يا مساء الانوار على حضراتكم جميعا، يا اهلا وسهلا. طبعا عذرا ان احنا بنطلع متاخرين خلال هذه الاونه، لكن قطعا لاجل عيون كاس العالم لكره اليد قطعا، وان شاء الله باذن الله منتخبنا الوطني يبلي بلاء حسنا في هذه البطوله ان شاء الله. في الجزء الثاني من هذه الحلقة إن شاء الله بإذن الله ألتقي مع النجم الكبير الكابتن أحمد حسن، نتحدث معه حول مجموعة كبيرة من الموضوعات الهامة، سواء فيما يتعلق بمنتخب مصر اللي كان أحد رموزه، أو الدوري العام الحالي، أو قضايا أخرى تخص الأهلي والزمالك وبعض الاختيارات الخاصة بالأندية فيما يتعلق بمن استعانوا به في الدوري الممتاز. أتحدث عن يعني اللعيبة الجداد اللي بدوا التعاقدات معهم هنا وهنا والكلام ده كله. في البداية وكالعادة باقة من آخر الأخبار والمستجدات، بنبدأ بسؤال حضراتكم على صفحتكم On Time Sports. السؤال بيقول: بعد خوضه 6 مباريات وخسارته 9 نقاط، هل فقد بيراميدز فرصة المنافسة على لقب الدوري؟ واحنا هنا خصينا بيراميدز تحديدا لانه فريق بيعج بالنجوم، فريق بدأ عملاقا منذ اكثر من موسمين، وكل عام يعني بيقدم لنا الجديد والقوة والقدرة والمشاركة في البطولات الإفريقية، ولكن هذا العام وحتى اللحظة زي ما السؤال كده مكتوب، رغم ان هو بيعج بالنجوم الكبار، ولكن ماذا حدث؟ ده السؤال، هل فقد فرصه في المنافسة على بطولة الدوري العام؟ هذا هو السؤال. النهاردة استؤنفت مباريات كرة اليد وكانت النتائج كالتالي: روسيا البيضاء اتحاد الروسي 32-32، النمسا سويسرا 25-28، الجزائر المغرب 24-23، سلوفينيا كوريا الجنوبية 51-29، النرويج فرنسا 24-28، البرتغال أيسلندا 25-23، السويد مقدونيا الشمالية 32-20. مباريات الجمعة بمشيئة الرحمن 4:30 من صالة برج العرب، قطر أمام أنجولا. الساعة 7 من صالة استاد القاهرة، الأرجنتين أمام جمهورية الكونغو. وفي نفس التوقيت 7 من صالة حسن مصطفى، ألمانيا أمام أوروغواي. وفي نفس التوقيت من صالة العاصمة الإدارية الجديدة، إسبانيا أمام البرازيل. وأيضا في 7 من صالة برج العرب، كرواتيا أمام اليابان. ثم تأتي 9:30، تونس أمام بولندا من صالة العاصمة الإدارية الجديدة. وفي نفس التوقيت الدنمارك أمام البحرين من صالة استاد القاهرة. وفي نفس التوقيت 9:30، المجر أمام الرأس الأخضر من صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر. أما مباريات مصر بمشيئة الرحمن هتبقى يوم 16 يناير أمام مقدونيا، و 18 يناير أمام السويد. مباريات الدوري العام استؤنفت اليوم أيضا بمباراتين في منتهى القوة، وكانت مباراتين متكافئتين للغاية، كانت نتائجهما وفقا للتالي: غزل المحلة وأسوان 1-1، الجونة يستمر في التألق ويفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين. أهداف غزل المحلة وأسوان: تقدم خالد كساب لغزل المحلة في الدقيقة 48، واقتربنا من نهاية المباراة والحلم يراود أبناء المحلة ب3 نقاط، ولكن محمد العشري في الدقيقة 87 يحرز هدف التعادل لأسوان ليبقي على آمال فارس الجنوب. مباراة تانية: الجونة يواصل التألق،
يتقدم كريم الطيب في الدقيقة 32 بهدف أكثر من رائع وهجمة مرتدة سريعة منظمة بمنتهى الدقة والجمال والحيوية، ثم يضيف إسلام رشدي ويقتل المباراة في الدقيقة 89 لينتهي اللقاء بفوز فريق الجونة بهدفين نظيفين على نادي الاتحاد السكندري. جدول ترتيب الدوري العام، النادي الأهلي في المقدمة 16 نقطة من 6 مباريات، الزمالك الثاني 16 نقطة من 6 مباريات، الجونة الثالث 15 نقطة من 7 مباريات، المصري الرابع 10 نقاط من 7 مباريات، مصر المقاصة الخامس 10 نقاط من 7 مباريات، بيراميدز السادس 9 نقاط من 6 مباريات، سيراميكا السابع 8 نقاط من 6 مباريات، اتحاد اسكندري الثامن 8 نقاط من 6 مباريات، إنبي التاسع 7 نقاط من 5 مباريات، البنك الأهلي العاشر 7 نقاط من 7 مباريات، سموحة الحداشر 7 نقاط من 6 مباريات، غازي المحلة الاتناشر 7 نقاط من 7 مباريات، أسوان التلاتاشر 7 نقاط من 7 مباريات، الإسماعيلي الأربعتاشر 6 نقاط من 6 مباريات، وادي دجلة الخمستاشر 6 نقاط من 6 مباريات، المقاولون العرب الستاشر 4 نقاط من 5 مباريات، الانتاج الحربي 17 4 نقاط من 6 مباريات، ثم طلائع الجيش في المركز الاخير نقطة وحيدة من 6 مباريات. مباراة الجمعة غدا بمشيئة الرحمن على موعد مع 3 مباريات والثلاثة في نفس التوقيت الساعة 2:30، طلائع الجيش امام وادي دجلة، ام بي امام سيراميكا كليوباترا، ثم يختتم ببيراميدز امام المقاولون العرب. على الهاتف مباشره يسعدنا ان يكون معنا سعاده المستشار هشام ابراهيم نائب رئيس اللجنه الثلاثيه المنوط بها اداره نادي الزمالك. يا هشام بيه مساء الانوار. مساء الانوار يا جنرال، ازي حضرتك؟ يا رب يخليك يا هشام بيه. تحياتي لك ولجميع الساده المشاهدين. وليك يا هشام بيه والله. تسلم يا جنرال. بداية آخر مستجدات حديث الساعة، حضرتك طبعا عارف حديث الساعة هو مصطفى محمد، آخر حاجة. والله يا جنرال احنا طبعا نادي الزمالك كان بعت لنادي سانت ايتيان العرض بتاعه على 5 مليون دولار كاش، وكان في بعض المفاوضات في عملية البونص والنسبة إعادة البيع. أيوه. فكان الرد من سانت ايتيان ان هو عايز يقسط المبلغ ده على دفعتين، دفعه ودفعه بعد سنه. نعم. فطبعا ده نادي الزمالك محتاج يدعم برضه بلعيبه وتظبيط الامور الماليه بالنسبه للاعبين الموجودين والالعاب الاخرى. فاحنا كان ردنا ان لا، لازم المبلغ كله كاش. نعم. بس ده كل الموضوع في موضوع مصطفى. طب هل تواصلوا بعد ما حضرتكم طلبتوا هذا الطلب، هل حصل تواصل؟ لحد دلوقتي لا، ما رسمي ما فيش تواصل بعد الطلب دوت، ما فيش تواصل من النادي. طب هل العرض اللي حضرتك بتتكلم عليه بتاعهم هم سانت ايتيان جه رسمي، يعني ايميل رسمي او كده ولا؟ جه ايميل رسمي. جه ايميل اصل كان قبل كده بيقولوا ما فيش ايميل رسمي. لا لا لا، ده وصل بايميل رسمي. ايميل رسمي من جانبهم بقيمه؟ بقيمه ال 5 مليون دولار. بال 5 مليون بس عايزينها على قسطين. قسطين يدفع 2.5 تقريبا، و2.5 في السنه الجايه. فبراير 22. ده اخر ايميل ده كان امتى بقى يا هشام بيه؟ يعني ده احنا ردينا عليهم امبارح او اول امبارح يا جنرال، احنا كان الرد بتاعنا. ولسه ما جالكوش بقى رد؟ لا ما جاش رد. وما فيش اي استقراء لردهم يفكروا بتاع قفلوا الطريق، فيش حاجه لسه؟ لا لسه ما فيش اي حاجه، لكن هو يمكن النهارده في تطورات. انا كان في مداخله مع بعض القنوات. نعم. ان رئيس النادي بيهدد ان هو لو في خلال 24 ساعه الصفقه ما تمتش هيعلن عن اسماء كانوا طالبين منه عمولات في نادي الزمالك. ده كلام بيتردد، كان على بعض القنوات الفضائيه، وانا رديت عليه. رئيس نادي ايه؟ رئيس نادي سانت ايتيان يعني؟ هو بيقال كده، فانا كان ردي التاكد اولا ان اللي عمل المداخله هو رئيس النادي.
وان لو رئيس النادي بيهدد انه هيعلن الاسماء لو الصفقه ما تمتش فانا راضي عليه، اعتبر ان الصفقه مش هتتم واعلن الاسماء. اه وبصرف النظر عن تمام الصفقه وعدم تمامها، نادي الزمالك نادي عريق ونادي محترم طبعا، واحنا كرجال قضاء انا عايزك تعلن لنا الاسماء فورا والادله، علشان لو في حاجه زي كده احنا نقدر نحاسب اللي ارتكب هذا الفعل. اللي انا اشك ان في حد في نادي الزمالك يكون في مثل هذا الوضع. طب وهل حد تاكدت ان اللي عمل المداخله ده هو رئيس نادي سانت تيان؟ والله انا جالي بعض الاخبار ان هو مش رئيس النادي، لكن هو كان طلع في مداخله مع قناه النهار، وقناه النهار عملت معايا مداخله واتكلموا على ان ده رئيس النادي. اوكي واخد بال حضرتك؟ فهو كده الوضع او الموقف خد وضع اخر طبعا. وانا من خلال برنامج حضرتك انا بطالب رئيس نادي سانت اتيان اذا كان هو فعلا رئيس النادي اللي طلع على قناه النهار ان هو يعلني على الاسماء دي فورا ويقدم لي الدليل، واحنا هناخد الاجراء القانوني للدوم. احنا في الاول وفي الاخر يا جنرال احنا رجال قضاء، لا نسمح بالفساد في طبعًا. اي مكان طبعا، ونادي الزمالك نادي كبير وعريق وكله محترمين الناس اللي بتدير النادي، والتفاوض كان بيتم من خلال لجنه من 7-8 افراد يا جنرال، مش تفاوض احادي. فانا عايز اعرف من رئيس نادي سانت اتيان مين اللي طلب عمولات او مين اللي طلب كلام ده، وادلتك ايه علشان اقدر احاسب. والله هو اذا كان فعلا هو رئيس النادي ما هوش شخصيه يعني غير كده، فهذا الامر ما يعديش الحقيقه، ما يجيبش انه يعدي اطلاقا. ولو هو رئيس النادي يا جنرال وبيقول يا اما الصفقه تتم في خلال 24 ساعه ولو اترفضت انا هكشف، انا بقول له لا احنا ما نستناش 24 ساعه. لو هو رئيس النادي بالفعل احنا لا نقبل هذا التهديد، واحنا بنرفض صفقتك واعلني الاسماء فورا وادلتك وانا هحاسبك. عندك كل الحق الحقيقه، لان هذا الامر لا يمكن السكوت عليه على الاطلاق على الاطلاق. في نفس الوقت انا هكلف الاداره القانونيه في النادي لاتخاذ الاجراءات القانونيه ضد هذا الكلام لمعرفه عما اذا كان رئيس النادي فعلا هو اللي عمل المداخله بالظبط او مش هو اللي عمل المداخله، واحنا ان شاء الله مش هنسيب حق نادي الزمالك وجماهيره وابنائه، لان ده يخش تحت نطاق التشهير مباشره. طبعا يعني طبعا مباشرة طبعا طبعا جنرال، نادي الزمالك طبعا نادي كبير طبعا وبديه اداره محترمه وكل الناس المودين يعني فوق مستوى الشوهات وناس محترمين. نعم. فانا عايز اعرف، انا عايز اعرف لو في فساد انا عايز اعرف الفاسد بالظبط والدليل على فساده ايه عشان اقدر احاسبه. طيب هو قال انه في خلال 24 ساعة لو مش عارف ايه هيعلن الصفقة، واكيد مش هيحصل حاجة في خلال 24 ساعة، فهو هيقفل الباب. لو خلينا نقول ان هو ده رئيس النادي بالفعل وكذا وكذا واتقفلت القصة، هل هتعدله بقى عقد مصطفى محمد يا هشام بيه؟ ده هيراعى ان شاء الله، هنشوف ايه اللي هنقدر نعمله. مصطفى محمد لاعب كبير وابن من ابناء النادي. نعم. وجنرال احنا ما بنتاخرش عن اللعيبه بتوعنا وابنائنا. نعم. وده حصل في الفتره اللي فاتت مع لعيبه كتير. اي حاجه في صالح اي لاعب من عندنا احنا مش هنتاخر، واحنا ما كانش عندنا مانع ولا اعتراض ان مصطفى يحترف. مصطفى يحترف باسم مصر وباسم نادي الزمالك، وده شيء كويس بالنسبه لنا، بس احنا كنا بنقول ان مصطفى يحترف بقيمته وقيمه نادي الزمالك، لازم العرض يبقى بيناسب القيمة بتاعت اللاعب والقيمة بتاعت النادي. طبعا. طيب بالنسبة هشام بيه لفرجاني الساسي آخر الأخبار إيه؟ فرجاني الساسي لاعب كبير ومعشوق جماهير نادي الزمالك، وفي مفاوضات مع فرجاني الساسي. نعم. وإن شاء الله نقدر في الأيام القريبة اللي جاية دي يتم التوقيع معاه بإذن الله تعالى. ممتاز. طيب يعني هتوقعه معاه إن شاء الله، لكن حصل حوار معاه يعني. طبعا طبعا في مفاوضات مستمره يا جنرال طول الفتره اللي فاتت. أيوة. وان شاء الله يكون وصول للتوافق في الفتره القريبه دي باذن الله تعالى. في ذهنكم يا هشام بيه اذا حصل ان شاء الله التوافق تمضوه كم موسم؟ هو الكلام على 3 سنين، 3 مواسم. على 3 مواسم، وده امر مهم جدا، لانه ما ينفعش موسم بموسم، بتبقى الحكايه دي صعبه جدا. بتبقى فيها بتبقى فيها صحيح. هل في عرض فعلا وصلكم من الامارات خاص باحمد زيزو؟ هل فعلا في عرض جه؟ هو في عرض من نادي العين الاماراتي. نعم. لكن احمد سيد زيزو متمسك بنادي الزمالك ومتفهم موقف نادي الزمالك، والموضوع اتقفل. يعني وصل لحضراتكم عرض فعلا؟ وصل عرض بالفعل. عرض مالي يا هشام بيه؟ لا، عرض عايزين اللاعب. لكن ما قالوش بقيمه ايه؟ لا لا لا، التفاصيل الماليه دي ما هو احنا ما اتكلمناش، لان اصلا اللاعب المدير الفني محتاجه. جنرال احنا ما بنوافقش على عرض لاعب او بيع لاعب الا بعد راي المدير الفني. بالظبط بالظبط. طيب فيما يتعلق بيناير والاعارات يا هشام بيه،
يعني بعض المواقع تداولت بعض الأسماء اللاعبين إن هم هيخرجوا لإعارات، منهم مصطفى فتحي، منهم كريم بامبو، ربما هناك لاعبين آخرين. لو أمكن حضرتك تدينا فكرة، الناس تحب تعرف والزملكاوية والجمهور مهتم طبعا بالأخبار دي يا شنبيه. بص، هو فعلا يا جنرال في بعض الانديه طالبه بعض اللعيبه للاعاره، لكن انا مش هقدر اقول اسماء لان ده مجال مفاوضات دلوقتي. نعم. ان شاء الله اما تتم المفاوضات وتكمل هنعلن عن كل حاجه. تمام. اسامه جلال في نادي الزمالك بمنتهى الشفافيه طبعا. يعني كل حاجه بمجموعه اللجنه، بسبعة من اللجنه مشكلين مع المجلس للتفاوض، سيما في اعاره، في بيع لاعب، في استقدام لاعب، واخد بال حضرتك؟ وان شاء الله ما يكون في حاجه على ارض الواقع تمت هنعلنها. بالظبط بالظبط. طب عندي سؤال اخير عشان ما اثقلش عليك يا شنبيه. اللاعبين اللي انتوا جددتوا لهم او انتوا في طريقهم الى التجديد زي فرجاني او غيره، هل انتوا سددتوا مستحقات قديمه قبل ما حضراتكم تيجوا، ولا كل المستحقات من لحظه وصولكم؟ لا، سددنا مستحقات قديمه. في لعيبه ما كانتش قبضت بقالها 5 أشهر قبل ما احنا نيجي، ومقدمات العقود 5 شهور، وفي مقدمات العقود، وفي 3 شهور، في لعيبه لها 5 شهور ولعيبه لها 3 شهور، وكل اللعيبه ما خدتش مقدمات، كان اللعيبه ما خدتش مقدمات العقود بتاعتها اللي هي كان المفروض تاخدها السنه اللي فاتت. كل الكلام ده احنا سددناه. سددتوه. هل في حاجات هتبقى حاجات بسيطه جاري تسديدها في الفتره اللي جايه؟ هل في ذهن حضرتك قيمه ماليه طلعت من عندكم لقصه المتاخرات والكلام ده؟ طبعا، ده ملايين يا جنرال. يعني هل في ذهن حضرتك رقم تقريبي؟ يعني انت ممكن تتكلم في 30 35 مليون. ياه ياه. متاخرات واللعيبه الاجانب ومقدمات لعيبه ومتاخرات لعيبه. 35 يعني تقريبا مليون، من 30 ل 35 مليون في الفتره اللي فاتت. رقم كبير، رقم كبير. يعني يا رب يكون في عونكم. انا امبارح الحقيقه عرضت موضوع خاص بحمدي النقاز، وعرضت يعني كان حصري عندنا بطريقتنا، جبناها من الاتحاد الدولي باللغه الانجليزيه والعربيه، ما انتهت اليه لجنه فض المنازعات في الاتحاد الدولي بتغريم نادي الزمالك $1 مليون وشوية، بالإضافة لحوالي 280,000 دولار مستحقات لحمدي. والكاس بينظر اليوم، كان مفترض بينظر اليوم الاستئناف اللي عمله نادي الزمالك. نتمنى يا رب ما يقعش عليكم أي غرامات، لأن أنتوا الحقيقة بتشيلوا عبء كبير جدا، والمسألة لا تحتمل أكثر من هذا الحقيقة. يعني إن شاء الله بإذن الله وربنا يكرمنا جنرال. إحنا في خدمة نادي الزمالك، وده كيان كبير لازم نحافظ عليه، وان شاء الله ربنا معانا باذن الله، ودعواتكم ودعوات جماهير النادي واعضاء النادي وكل المحبين للنادي. انا بشكرك يا هشام بيه، شكرا جزيلا. عفوا، اتفضل يا جنرال. اشكرك 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 شكرا جزيلا. انا برضو حبيت اسمع حضراتكم قيمه المستحقات المتاخره، لانه لما انا بتكلم البعض بيحاول يهاجم، وانت بتقول وانت عايز تطلع. لا، احنا ما بنطلعش حد مش كويس وحد كويس اطلاقا. كل مجلس له اكيد ايجابيات واكيد له سلبيات، وبالتالي احنا لما بنتكلم ان هناك متاخرات احنا ما بنجيبهاش من عندنا. وانا قلتها اكتر مره، انا كنت عارف الرقم اللي قاله هشام بيه، لكن لما هو يقوله سياده المستشار هشام ابراهيم مستشار الجليل ينطق ببقه الرقم، اعتقد يبقى لا محل بقى لكلام اخر ملوش اي معنى. وبيتكلم من 30 ل 35 مليون جنيه متاخرات من المجلس السابق. مجلس سابق له ايجابيات اكيد اكيد لا ننكرها، لكن كمان انا بتكلم على الجزء الاخر المالي اللي بتتحمله اداره نادي الزمالك النهارده، عبء كبير جدا جدا. ومنهم فرجاني ساسي، ومنهم حمد من نقاز، الله اعلم هيحصل ايه. وعندي موضوع تاني مهم جدا بس مش هقوله النهارده، ربما اقوله الاسبوع الجاي، برضه عبء مالي جاي على نادي الزمالك بس مش هتكلم فيه النهارده. لكن عندي المستندات من الاتحاد الدولي، ما بنتكلمش هراء أو بنتكلم كلام. حاجة تانية اللي قالها هشام بيه خطيرة، مسألة مداخلة من رئيس نادي سانت تيان، إذا كان بالفعل هو رئيس نادي سانت تيان، إن في ناس طلبت عمولات عشان تمشي القصة بتاعت مصطفى محمد. هنا مين اللي ده؟ إذا كان هو رئيس نادي سانت تيان ممكن يبقى حد، والله يعني مش عايز أتكلم، في النهاية دي قناة زميلة وناس زملاء، مش عايز أتكلم في حتة هو ولا مش هو، لكن هنفترض انه هو، هنفترض جدلا انه هو، الراجل اللي في فرنسا ده ممكن يقول الكلام ده من عنده؟ لا،
هيبقى حد هنا حوالين القصة، وكيل مصري، لعيب، أي حاجة، زق الكلمتين دول، زق الكلمتين دول للي جه يتفاوض من سان تيتيان، لأن في اتنين فرنساويين جم، زق لهم في ودنهم كده الكلمتين دول عن طريق المترجم، قول له يا عم ده في ناس عايزة تاخد قرشين وبتاع، نقلهم لرئيس نادي سان تيتيان إذا كان بالفعل هو رئيس النادي، وهذا لا يصح. وبالتالي شامب إبراهيم المحترم قال، تاني بيقول إن مدي مهلة 24 ساعة وإلا هيقفل الموضوع. فخلاص 24 ساعة يعني بكرة الجمعة بالليل مفيش موضوع، تمام، بس لازم يقول ده إذا كان هو، لازم يقول لأن هذا أمر خطير لابد من التحقيق فيه، ولابد من التحقق إن اللي دخل فعلا هو رئيس نادي سان تيتيان، ما هوش شخصية غير حقيقية تم تجهيزها بشكل أو آخر، أنا ما أعرفش طبعا، مش عايز أخوض في المنطقة دي على الإطلاق، تمام. عايز برضو أؤكد، وانا طلبت من هشام بيقول لي اسماء الاعراض، انا بس عندي طبعا المعلومات، والراجل طبعا من حقه ان هو ما يقولش اسماء، لكن انا اللي هقول لحضراتكم ده خبر برضو حصري، وهقوله حصري الساعه كام عشان لما حد يقوله بعديه، زي ما قلت امبارح دلوقتي الساعه واحدة بعد نص الليل، يوم بقينا يوم 15 ايه 15 يناير، عشان الخبر ده انا هقوله وهيقوله ناس تاني، واقول لك احنا اللي قلنا كده يعني زي ما اتفقنا امبارح. مصطفى فتحي داخل في صفقة أسامة جلال قلب دفاع إمبي، يعني في الحوار ما بين إمبي وما بين نادي الزمالك، نادي الزمالك عايز أسامة جلال، أسامة جلال قلب دفاع أكثر من رائع، وإضافة مع طبعا الونش ومع محمود علاء ومع عبد الغني ومع عبد السلام، إضافة كبيرة جدا جدا. فدخل في هذه الصفقة إنه مصطفى فتحي ناخده من نادي الزمالك وتاخده أنت أسامة جلال، وطبعا هيدفع فارق لانه مصطفى فتحي يروح اعاره، اما اسامه جلال هيجي نقل نهائي، هيبقى في مبلغ من نادي الزمالك هيدفع بالاضافه لمصطفى فتحي. ده فيما يتعلق بتحديدا بمصطفى فتحي. اما كريم بامبو يقال ان هو مطلوب في البنك الاهلي، وهناك بعض اللاعبين الاخرين ربما من المصعدين للفريق الاول او كذا او كذا، لكن دول الاسمين اللامعين في الصفقه الخاصه بالاعاره او بالانتقال النهائي بالنسبه لاسامه جلال. ده بالنسبة لموضوع نادي الزمالك. برضو حاجة لطيفة النهاردة، كلام اتردد بقوة على لاعب اسمه هداف الصعيد مراد صبري، وملقبينه بزيدان الصعيد. مراد صبري ده بيلعب في نادي الألمونيوم اللي بيدربه النجم الزملكاوي الكبير حسين عبد اللطيف، وطلعت المواقع كلها قالت ان حسين عبد اللطيف رشح هذا اللاعب الصعيدي الجامد لنادي الزمالك. طلع الكابتن حسين عبد اللطيف قال ما حصلش اطلاقا ان هو رشحه، لكن قال حاجه بتديني فرصه ان انا اتكلم كلمتين. قال ان هو قبل كده ايام مجلس دكتور كمال درويش المحترم، وكان الكابتن حسين عبد اللطيف مديرا فنيا لنادي الالومنيوم، قال له خد عمر جمال. فاكرين عمر جمال يا جماعه؟ لاعب منتخب مصر ولعب النادي الاسماعيلي، حته لعيبه. انا طلبت منكم معرفش لقطات لعمر جمال جهزتوها ولا لا يا احمد، طلبت هذه اللقطات يعني عشان تتذكروا عمر جمال. وقتها كان في قمه تألقه لانه راح الاسماعيلي كسر الدنيا، ومن الاسماعيلي راح منتخب مصر، وراح بعد كده المقاولين العرب، حتى بعد اما عمل صليبي ومصاليبي كسر الدنيا، لعيب من الطراز الفريد اللي هو بعد ما يرقص كل اللي حواليه يرقص نفسه، وهداف وحكايه وروايه. عرضوه وقتها على نادي الزمالك لما كان دكتور كمال درويش رئيس النادي ب 200 الف جنيه فقط، لغير فقط الف. وقتها كانت الاسعار 3 مليون و4 مليون وحاجات كده يعني، عشان ما يقولش وقتها كان، لا كان الارقام دي موجوده، 200 الف جنيه. مدير الفني وقتها مش هقول اسمه عشان يعني ما يصحش، قال لا ده ما يصلحش. انا بس عايز اوريكم ان احيانا بيبقى المدير الفني ما هواش عنده قدرة على تقييم الحقيقي لما يجيله جوهرة. ما كان عمر جمال ده جوهرة، كان جوهرة الإسماعيلي في مجده، وعمل عمايل ما حصلتش، وراح المقاولين كسر الدنيا، كان حاجة فاخرة. لكن ساعتها المدير الفني قال لك ده ما يصلح. أنا بس بوريكم إن أحيانا الإدارة الفنية ما بتبقاش على مستوى الإدراك والبعد في النظرة على اللعيبة،
وعلى فكره انا من الحاجات دي كتير، ما هو النني كانوا مشوه قال لك ما يصلحش ولا التلزيجيه ولا بتاع، وقال لك لا لا، وغيره في الاهلي يعني، وغيره وغيره وغيره، يعني هذه الانماط كثيره جدا جدا. طيب لما تجهزوا عمر جمال بيقولوا لي. طيب تمام، هو كان لعيب عظيم يعني. ده بالنسبه لهذا الموضوع. طبعا نادي الزمالك بيفكر اذا حصل ان مصطفى محمد خرج، واضح الموضوع يعني مش ماشي قوي زي ما سمعنا من هشام ابراهيم من شويه، لكن بيفكر في ان هو اناجم او احداد، واحد فيهم لازم يمشي عشان الكلام انه هيجيبوا راس حربة اكيد افريقي او كده، لانه مصر ما فيهاش، عشان نكون صرحاء يعني، يعني ما فيهاش حد يصلح ليبقى راس حربة نادي الزمالك، يعني مع كل الاحترام لكل الاسماء اللي موجود، نادي الزمالك عايز فرود من طراز مصطفى محمد، ده اذا مشي يعني، ده اذا مشي. فهنا الكلام ان هيجيبوا راس حربة افريقي ملوش حل تاني، حاجة من الاوتاد الجامدة دي يعني. وبالتالي هو عنده خمسة، لازم هيمشي واحد من الخمسة اللي موجودين عنده في نادي الزمالك، وعنده حميد احداد، وعنده اناجم، وعنده فرجاني، وعنده علي معلول، وعنده اقول لحضراتكم الخامس حالا دلوقتي، وعنده حمدة المسلوتي، عنده الخمسة دول. وبالتالي لازم يسحب واحد فيهم ويخش راس حربة. كلام من باشيكو ادى الضوء الاخضر انه لا مانع من رحيل اناجم والابقاء على حميد احداد. وجهه نظر، هي وجهه نظر، هو شايف انه ده افضل من ده، وده طبعا وجهه نظره الشخصيه. ده بالنسبه لنادي الزمالك. سريعا بالنسبه للنادي الاهلي، النهارده كان في اجتماع عبر الفيديو كونفرنس استمر لساعات طويله، خاص بالتنسيق الاتحاد الدولي مع النادي الاهلي فيما يتعلق بكاس العالم للانديه. كاس العالم للانديه اللي هتبقى في 1 فبراير ل 13 فبراير ان شاء الله باذن الله، والقائمه هتتبعت في الاسبوع الثالث من يناير. فكان الكلام على التنسيق الخاص باجراءات هذه البطوله. حضر لهذا الاجتماع الكباتن والاساتذه خالد مرتجي وامير توفيق وسيد عبد الحفيظ وجمال جبر والدكتور محمد شوقي وحنان الزيني واشرف عمرو وسمير عدلي. الكلام كله بتاع الاتحاد الدولي ركز قوي على الاجراءات الاحترازيه، وقال لا مجال اطلاقا لمخالفه الاجراءات الاحترازيه ودخول الفريق من اول يوم فيما يسمى بالفقاعه الطبيه اللي احنا مطبقينها هنا في الهاندبول، من لحظه هبوط الطائره في الدوحه، الطائره في الدوحه لغايه لما تغادر الدوحه. مفيش حاجة اسمها جولات حرة خالص، ولا حتى تجول داخل مقر الإقامة إلا في المناطق المخصصة للفريق بس، ودي هيتم عزلها في الفندق. أثناء التدريبات والمباريات مفيش أي واحد هيخش بخلاف أفراد البعثة في الفقاعة اللي بتكلم عليها، ومش هيخرج حد منها. الوضع بالكامل هيبقى تحت متابعة ورقابة الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة. كمان تم الاتفاق الحد الأقصى للبعثة 55 فرد. الاتحاد الدولي بيتحمل تكلفة 35 منهم بس، وطبعا قائمة ال 23 زائد 12 إداري يبقى كده 35. الأهلي هيتحمل تكلفة ال 20 فرد المتبقيين. لغاية دلوقتي الأهلي ما حددش موعد السفر، ولكن تم التأكيد إن الموعد النهائي للقائمة بتاعت ال 23 لاعب هتكون يوم 22 يناير الجاري. طبعا فيما يتعلق بالحقوق بتختار اعلان راعي واحد بس على التيشيرت، مفيش اكتر من اعلان راعي واحد على التيشيرت. زي ما قلت لحضراتكم ممنوع الزيارات والكلام ده كله. وبالمناسبه كل ثلاث فرق في فندق، الاهلي هيبقى معاه بطل اسيا وبطل امريكا الجنوبيه، لكن بايرن ميونخ حجز فندق لوحده من بابه، أخذ فندق من بابه وتكفل هو بمصاريفه. ده فيما يتعلق بالنادي الأهلي. عندي يعني أخبار سريعة أخدها قبل ما نطلع أول فاصل، لأن هنطلع فاصل ونستقبل على طول الكابتن أحمد حسن. النهاردة رابطة الدوري الإنجليزي اجتمعت مع قادة الفرق الانجليزيه. كنت بتكلم مع حضراتكم امبارح او اول امبارح عن موضوع الاحتفالات بعد الاهداف. النهارده رسميا بقى الرابطه جابت قا
قادة الفرق كلها بتاع الدوري الإنجليزي وقالت لهم خلي بالكم أن الحكومة الإنجليزية ربما تصدر قرارا مش هنقدر نقف قدامه بإيقاف النشاط إذا استمر هذا الوضع، لأنه طبعا إنجلترا الحالة فيها صعبة جدا خاصة طبعا بكورونا والكلام ده كله. فالرابطة قالت للكباتن خلي بالكو انه احنا دلوقتي خايفين ان الحكومة تصدر قرار لا دماغها رابطة ولا غير رابطة بتدور على سلامة الافراد. فقالوا لهم ان احنا علمنا ان الحكومة بتدرس قرار بايقاف النشاط مؤقتا لغاية لما يسيطروا على الحالة اللي عندهم بتاعت الكورونا. فالرابطة طلبت من كباتن الفرق ان هم ياخدوا بالهم كويس قوي وينبهوا لاعبتهم كويس قوي مفيش احتفالات بعد الاهداف. ده اللي انا كنت بتكلم فيه اول امبارح وكنت بتكلم فيه لاعبتنا هنا وبقول لهم يا جماعه بلاش الاحضان الاوفر دي. ربنا كرمنا الحمد لله في مصر والموضوع بفضل الله ماشي تحت السيطره وان شاء الله يتم على خير باذن الله، لكن احنا كمان ما نرميش نفسنا في التهلكه. فده النهارده حصل هذا الاجتماع بين الرابطة الإنجليزية وما بين الكباتن. أستون فيلا عندها حالات كتيرة جدا تأجل لها قبل كده توتنهام، ماتش اللي جاي كان مع إيفرتون أعتقد أصدر القرار بالتأجيل لأن عندهم عدد كبير، أستون فيلا عندهم عدد كبير من حالات الكورونا، وبالتالي اضطر طبعا الرابطة إن هي تؤجل مباريات لأستون فيلا. حتى كان في ماتش هيتلعب أفتكر 24 يناير رموه لأواخر فبراير لأستون فيلا تحديدا عشان عندها الحالات كتيرة جدا. حاجة بقى تضحك وأنا يعني بصراحة مندهش جدا إنه في جهة بتعمل عملية تقييم لأسعار اللاعبين العالميين، أسعار اللاعبين العالميين. طبعا الغريب في الامر طبعا الجهه دي اسمها او مؤسسه اسمها KPMG لكره القدم، ودي يعني مؤسسه مشهوره ومتخصصه في القيمه السوقيه. وجميل ان حطوا محمد صلاح في المرتبه الرابعه، بابيه هو اعلى واحد اعتقد رقم كبير قوي، بابيه 200 مليون يورو رقمه. بعد بابيه دخل لاعب اسمه رقم 2 اقول لحضراتكم حالا، رحيم ستيرلينج ده ب 132.5 مليون يورو. بعديه جادون سانشو نجم فريق بروسيا دورتموند ب 130 مليون يورو، وبعدين محمد صلاح الرابع ب 122.2 مليون يورو، ورا ساديو ماني وهاري كين في مصر. ان مين احسن ايه ومين احسن مطربه ومين احسن مطرب ومين احسن ايه الكلام ده كله. فكرتني بدي والله، بقى ميسي بره اغلى 10 لاعبين في العالم عشان سنه 33 سنه وشويه، مين يقول كده؟ وبقى كريستيانو رونالدو هداف ايطاليا وهداف اليوفنتوس خارج ال50 الاعلى اجر او اعلى قيمه تسويقيه على مستوى، مين يقول كده؟ فهو فكروني بالاستفتاءات يعني اللي عندنا. تمام. يلا يا سيد اخر حاجه عندي، بايرن ميونخ هنشوف لقطات كده بيودع كاس المانيا مفاجاه كبيره جدا. بايرن ميونخ بيخرج على ايد فريق من القسم الثاني. تعليقات حضراتكم اخيرا على هل يخرج بيراميدز من المنافسه على قمه او على لقب الدوري هذا الموسم بعد خسارته 9 نقاط. فكري محمد مثلا ورا شلبوكا، بيراميدز مشكلته ان الفريق كله نجوم ودايما الفرق اللي بتكون بالشكل ده ما بتنجحش، ولازم مدير فني شخصيته قويه عشان يسيطر على اللاعبين. اكيد تتفق معايا يا جنرال. جميل يا فكري. ناهد عبد الرحمن، مساء الخير يا كابتن مدحت، انا ناهد عبد الرحمن من اسوان البصيليه بحري المعماريه، اتوقع فوز بيراميدز بالدوري وعاوزين نسمع صوتك في المباريات دايما ان شاء الله يا ناهد. محمد رضا، مساء النور يا كابتن مدحت، جنرال الاعلام في مصر بلا منازع منور الدنيا كلها، من وجهه نظري التي لها قيمه على الاطلاق نادي بيراميدز اصبح مقبره للنجوم، يحتاج مدرب اجنبي صاحب شخصيه وتاريخ واسلوب، يعني بلسان حضرتك كوتش سوبر، ولسه المشوار طويل يا كابتن، وشوف لي شقه جنبك يا سعيد.
تمام. ابو زياد مصطفى محمود، مساء انوار عليك يا كابتن مدحت، احسن اعلامي في الوطن العربي. معاك ابو زياد مصطفى محمود من هنا مركز ديشنا قريه فاو غرب نظري التي ليس لها قيمه على الاطلاق. ان فريق نادي بيراميدز كله نجوم، محتاج مدرب صاحب شخصيه قويه يفرض اسلوبه على اللاعبين. تحياتي لك يا جنرال الاعلام العربي. اشكرك يا ابو زياد. كي انزا ما شايفينها كده، مساء الخير يا كابتن مدحت، احب اقول لك ان الدوري لسه طويل جدا، واللي هيكسب هو صاحب النفس الطويل، ودي وجهه نظري التي لا قيمه لها على الاطلاق على الاطلاق. ابراهيم بلح، مساء الخير يا شلبوكه، الدوري لسه بدري عليه، بس فريق البطوله ليه مقومات اعتقد انها ليست موجوده بفريق بيراميدز برغم كل النجوم الموجوده في الفريق. اهلاوي وافتخر، اتمنى ان تقرا رسالتي مع تقديري واحترامي للجميع. اخر واحده احمد مرجان، مساء انوار يا كابتن مدحت، انا احمد سعد مرجان من ديبي مركز رشيد البحيره. من وجهه نظري التي لها كل القيمه، المنافسه بين الاهلي والزمالك فقط، مع احترامي لجميع الفرق المصريه. وهلا هلا يا كابتن مدحت. مع النجم الكبير الكابتن احمد حسن، ولكن بعد الفاصل. طبعا يسعدني بعد طول غياب ما بيننا وبين بعض عبر الاثير يكون ضيف النهارده كابتن الكبير ونجم مصر طبعا ونجم انديه كتيره جدا الكابتن احمد حسن. يا مساء الانوار يا ابو كبات. كابتن مدحت مساء الانوار، وسعيد جدا جدا طبعا بالتواجد معاك، وبقول لك مبروك طبعا على البرنامج. ويمكن لسه انا كنت بتكلم مع الاعداد بتاعك اني اعظم حلقه انا ما اقدرش انساها طبعا، يمكن كانت بالنسبة لي وأعظم تقرير كان بالنسبة لي وقتها حلقة 2010 اللي جيت بيها بعد كأس أمم أفريقيا على طول، كان تقريبا تاني أو تالت يوم على طول في مودرن سبورت. مظبوط، كان في مودرن وقتها. وفاكر بقى كان زفة بلدي وكان محسنة دي حقيقة دي حقيقة. كان الدكتور طبعا وليد دعبس ربنا يمسيه بالخير، وعمل لك زفه جامده جدا وانت داخل بالكاس بتاعك. صحيح، هو كان يوم هو كان يوم جميل. حلو، كان يوم حلو قوي، وكان الفتره دي كمان كانت فتره بالنسبه للرياضه المصريه وكره القدم بالتحديد والمنتخب كانت اعظم الفترات طبعا قوي. لان كان ثالث بطوله على التوالي، فما اقدرش انسى الحلقه دي بالاخص، لان دايما الحلقه دي في ذاكرتي، ودايما التقرير اللي كان معمول يوميها كل ما احب استرجع كده شويه كده الذكريات، والله بجد والله اقعد اسمعه واقعد اتفرج عليه. دي حقيقه، ودي كانت احلى ايام بالنسبه لك، مفيش احلى منها بتهيألي. اكيد اكيد طبعا كانت احلى منها. اكيد طبعا كانت ايام حلوه كلها، وكانت ايام كلها انتصارات، وكانت ايام كلها نجاحات، وكانت ايام كلها فيها حاله حلوه بالنسبه للشعب المصري أوي. وكمان التفاف الناس حوالين المنتخب، الانتماء كان زايد قوي عند الناس، كمان العلم المصري كان في كل حته وقتها، فكان يعني فترة حتى الآن الناس مش قادرة تنسى الفترة دي، ومش قادرة تنسى الجيل ده، لأني هو جيل عمل حالة في الشعب المصري، وغير المفاهيم عند الناس، وجبنا مشجعين جداد بشكل مختلف. يعني صحيح. يعني زمان دايما الناس اللي بتحب كرة القدم كانوا دايما الناس اللي هم الشعبيين، الناس اللي هم الأقاليم، إنما بقت فئة جديدة خالص انتقلت إن هي لا تشجع كرة القدم وتروح لكرة جدا القدم. جدا دي جدا دي. والحقيقه زي ما كنا دايما بنتكلم ان كان انتوا نزلتوا ملايين البشر في صحيح. كل انحاء مصر، ودي ظاهره ما بتتكررش الا مع منتخبات ومع عروض عظيمه زي اللي انتوا كنتوا بتعملوها. صحيح يعني صحيح يعني طبعا ما انا زي ما بقول لك يا كابتن، يعني كانت حاله نتمنى ان شاء الله تتكرر باذن الله، يعني في المستقبل ان شاء الله باذن الله. بس هي كانت سبحان الله يعني حاله فعلا، الناس كانت تنزل، الناس كانت بتفرح، واحنا كنا جيل كان دايما لما نقعد مع بعض ونتكلم كان هدفنا الاول هو اسعاد الناس. صحيح. عشان كده كان دايما كنا بنلاقي توفيق كبير جدا، يعني دايما بقول ان احنا ما كناش اعظم منتخب في افريقيا، بس كان معانا توفيق ودعوات الناس لينا وحب الناس وارتباطهم بينا، يمكن ده كان شويه جزء بيعوضنا ممكن عن امور فنيه. يعني لو تفتكر يا كابتن مدحت وانت كنت وقتها استوديوهات تحليليه موجوده، كوت ديفوار كان منتخب اقوى مننا بكتير في العناصر اللي موجوده، كاميرون نفس الحكايه، نيجيريا نفس الحكايه، ولكن احنا دايما كان عندنا حته الترابط بيننا وبين الناس، حته الارتباط بيننا وبين ان احنا فعلا هدفنا مش ان احنا بس عايزين نعمل تاريخ لينا كويس، لا احنا هدفنا كمان هو اسعاد الناس. فدي كانت جزئيه مهمه جدا بتفرق معانا جدا قبل الماتشات، وبتفرق معانا جدا في تحقيق البطولات،
والحمد لله يعني، يعني هي كانت فتره نجاح كبيره جدا أوي جدا أوي. يعني طيب قبل ما اوريك تقرير كده نفكرك شويه وهنستعيد ذكريات دي ان شاء الله مع بعض دلوقتي، انت محافظ على وزنك يتهيألي جدا، انت وزنك قد ايه دلوقتي بامانه؟ يعني بنتكلم في 79 78. لا 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 بتتكلم جد؟ ما انا عشان جيم بقى وعضلات زادت دلوقتي يعني 79 دلوقتي. وكنت في وانت بتلعب؟ وانا بلعب كنت 70 71. ما بعدتش؟ لا ما هو في حاجه، لاني اللي موجود دلوقتي ده ماسلز مش 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 وزن زايد يعني. لان انت لما بتروح الجيم اكتر بيبقى الموضوع بيختلف شويه، انما لا يعني هتلاقيني زدت كيلو 2 كيلو 3 كيلو مش اكتر من كده. انا محافظ، انا بلعب حوالي 3 4 ايام في الاسبوع يعني. لا يعني مش خماسيات. خماسيات طبعا ده لازم. مين بيلعب معاك من اللعيبه اللي احنا نعرفها؟ كتير طبعا، يمكن انا بلعب في النادي الاهلي على طول، فرقه الشمس. طبعا الكباتن الكبار القدامى كابتن زكريا ناصف والمجموعه دي كلها. مع اللعيبه بقى الصغيرين في السن او اللي هم يعني جيلنا، هشام حنفي وخالد بيبو وليد صلاح. وليد صلاح طبعا. دي المجموعه، محمد فاروق. دي اللي هم اللي يمكن الصغيرين اللي هم بيبقوا موجودين. بالظبط. مع طبعا المجموعه اللي هي الكبار اللي هو احمد بكر والمجموعه دي كلها فريق نادي الشمس. لا عندي اماكن ثانيه يعني، يوم الاثنين ده يوم اساسي مع مجموعه اصدقاء ليا، بنلعب يوم الاثنين هنا في اكتوبر. لحد ثلاث خميس مثلا ممكن النادي الاهلي. برافو. فيوم الجمعه في البنك الاهلي مع مجموعه ثانيه. والله ده غير بقى التنس البادل والحاجات دي وكده. ف برافو يعني عليك. هي رياضه بالنسبه لي مش مجرد ان انا كنت بلعب وبس، لا هي متعه يعني. انا بستمتع لما طبعًا بروح العب وبتحسن الحاله المزاجيه بتاعتي وبتخرجني يعني. انا لو عندي ماتش كوره بسيب اي حاجه خالص واروح العب يعني. ده بيبقى يوم مقدس. صحيح صحيح. بتلعب انت لسه ولا بطل؟ بلعب والله. طيب انا بلعب يوم الاثنين والجمعه بس. مرجان احمد مرجان؟ لا خلي بالك برضو بيجي معانا لعيبه مهمه قوي. يعني عبد الظاهر السقا. وائل الاباني. محمد فاروق كان بيجي معانا احيانا. معانا لا مجموعه جامده جدا. استضفني محمد ابو العيله. استضفني وانا يعني. يا ريت يا ريت يعني. كل دول وائل شيتوس. كل دول هيتعلم عليهم. انا عايز ناس اخف من كده. عادل اللي هو المساعد اللي في البنك الاهلي. عادل مصطفى. عادل مصطفى. عادل مجموعه حلوه. محمد شوقي. شوقي لسه بيجي. شوقي كويس. جامد جدا. شوقي جامد. وعادل محمد مصطفى. يوسف قبل ما يخش. وعادل مصطفى كمان. وعادل مصطفى شغال كويس. ده مجموعه جامده جدا. وابو العيلة كمان بيجي كويس. وابو العيلة هايل. هايل. عبد الظاهر اعتقد برضه. لا ضريب. مين؟ عبد الظاهر. ده واحتك بيك يديك واحده هتطير في اخر الدنيا. هو طول عمره هو لعيب كان ضريب. عبد الظاهر لعيب كبير طبعا. لا خلاص ندعوك بقى ان شاء الله. خلاص يا كابتن ان شاء الله. طيب نشوف تقرير عن الكابتن احمد حسن. طيب وانا في اتحاد الكوره كنت بشتغل في اتحاد الكوره، انت عارف فتره اكيد يعني. طبعا اكيد طبعا. التقينا مع بعض كتير هنا طبعا. جابوا لي شهاده زرقاء متدروزه، قالوا لي حطها عندك، وجبتها حطيتها فوق راسي الحقيقه على طول، بتقول بتوقيع بلاتر ان حسام حسن عميد لاعبي العالم. فدلوقتي انا مش عارف مين العميد. وبعدين قالوا بعد كده الكابتن احمد حسن العميد، وبعدين قابلت كابتن حسام قال لي لا انا العميد. فانا عايز اعرف مين العميد عشان نحدد موقفنا يعني في الحته دي الاول. قول لي. طب ما نجيب الكابتن حسام نساله كده. هيقول هو العميد. انا قابلت. ده مليون المية ده انا هقول هو العميد. انا قابلته قلت له، قال لي يا كابتن بتتكلم في ايه؟ طبعا لا كده يعني. لا طبعا يعني طبعا كابتن حسام حسن. لا قيمة كبيرة طبعا. قيمة كبيرة طبعا. وان هو يوصل ليبقى هو في وقت من الاوقات عميد لاعب العالم. طبعا دي حاجة اكيد مشرفة وفخر لمصر كلها. انما خلينا نتكلم بلغة الارقام. بلغة الارقام خلاص الموضوع اصبح محسوم يعني. انت لما تدخل النهارده فريق الاعداد يدخل النهارده يدخل على موقع الفيفا ويفتح، هيطلع احمد حسن هو عميد لاعبي العالم يعني. حتى الان حتى الان طبعا. لحد ما يجي حد ويكسر الرقم ده. بكام بقى الرصيد؟ كام مباراه؟ انا 184 مباراه دوليه. وكابتن حسام؟ لا كابتن حسام 170 تقريبا، مش عارف كام بالظبط. 170. احكي لك. وجات لك الشهاده؟ لا هو انا هقول لك. لا هي الموضوع مش موضوع محتاج شهاده ومش شهاده. ما دام على موقع الفيفا خلاص طبعا. لا وغير كده كمان. هو اصل الموضوع ده بقاله فتره طويله يا كابتن. انا بقالي دلوقتي حوالي 8 سنين او 9 سنين. انا كسر رقم اللي هو وبعد كده انا قلت قبل كده، وحتى كان بالتحديد كان تقريبا معايا كابتن. اني انا كان المنافس ليا مش الكابتن حسام حسن. دعية. انا المنافس ليا كان محمد دعيع. مش الكابتن حسام حسن. لان انا لما كنت عايز اوصل اتخطى رقم وان انا اوصل لعماده لعيب العالم،
كان الحارس السعودي محمد دعيع هو عميد لعيب العالم وقتها، ما كانش كابتن حسام حسن. طبعا، لان كان وقتها محمد دعيع، فانا تخطيت محمد دعيع الحارس السعودي. وخليني اقول لك ان من ضمن الحاجات اللي اسعدتني جدا، وانا بعتز طبعا بصداقه النجم الكبير محمد دعيع، طبعا حارس اسطوري بالنسبه للسعوديه طبعا، ان لما وصلت عماد لعيب العالم هو اتصل بيا بيكلي على الهواء، وكانت مداخله مهمه جدا جدا من نجم كبير سعودي طبعا. ان انت بتكسر الرقم بتاعه وهو بيبارك لك على الهواء. بالظبط، بيبارك لك على الهواء. وكابتن حسام بارك لك؟ واتكلم الكابتن حسام لحد دلوقتي مستنيه يبارك لي. هبقى استنى كتير. طيب يعني هو ممكن ما يكونش مقتنع لحد دلوقتي. لا بس عايز اقول لك على حاجه، كابتن حسام طبعا لا 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 لا، يعني انا 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 ما شاء الله شخص بعتز بيه جدا طبعا، واستفدت منه حاجات كتير جدا جدا بجد يعني، وانا بلعب معاه، لاني قيمه كبيره يعني، قيمه كبيره طبعا، واحد اساطير كره القدم المصريه دي حقيقه. بس لحد دلوقتي برضه لسه ما بيكليش. لا لا يبارك لك بعد حالك. طيب خلينا نبص كده برضه يا كابتن على الشاشه كده انا وانت. اتفضل. ها ورينا ورينا يا احمد. لا خلاص سيبك من الاحصائيه دي. ورينا كده صوت وصوره كده، سمعنا يلا ورينا. يا اخي جوه الجول. الله الله الله، ايه يا ابني ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ الله، فتح فانيليتو رقم 2 احمد حسن، ادي سدد احمد و سكوت، هنسدد. انت احمد حسن يعلنها الثاني. مال ياسر ريان، أرضية حسام حسن، وحسام هلوة جوه جول جوه جول. الله الله الله. طب هو الاتفاق ما كانش كده، كان الاتفاق هنجيب جون ليك وجون له، وتقول لنا فنيا ده أحلى ولا ده أحلى. تمام. وأسباب حكمك ده. ماشي، هنبدأ من الأول، هنبدأ جون لحسام وجون ليك. تمام. يلا يا أحمد، زي ما اتفقنا يا أحمد. على الشاشة الكبيرة هنا من فضلك. ده لحسام ده؟ أي يلا. وده ليك. طب أنا سايب الحكم ليك أنت. تعال. يلا قول لي بقى، الهدف بتاعك ولا الهدف بتاع الكابتن حسام؟ الاتنين دول. أقول إيه؟ قول يعني، إذا أنت عايز هدفك قول عادي جدا، وقول السبب. لا يعني ما فيهاش احراج. لا يعني يبقى في هدفين قريبين من بعض. ما هو في حاجات هتبقى قريبه. لا طبعا، يمكن الهدف بتاعنا من بعيد شويه. وكوره متحركه وشوطه من بعيد ومسافه بعيده جدا جدا. الهدف بتاع كابتن حسام هدف حلو طبعا، بس هدف من ضربه ثابته يعني. وتحس ان الحارس مبسوط ان كابتن حسام بيجيب فيه جول. يعني هدفك انت. طب يلا اللي بعده، هدف وهدف يا احمد. يلا ده حسام. طبعا. ده في ماتش الزمالك. مظبوط. اوكي. وده بتروجيت. تعال. مظبوط. ها قول لي ده ولا ده احلى؟ لا هدف الكابتن حسام طبعا احسن. ليه؟ ده. اولا الاستلام، اولا مباراه مؤثره ضد نادي الزمالك، وده جزء مهم جدا. اوكي. الحاجه الثانيه الاستلام والتمركز بتاعه في صعوبه شويه، وان كان الهدف بتاع بتروجيت هدف حلو يعني، هدف كويس، بس طبعا في الهدف ده لا طبعا هدف كابتن حسام. يلا اللي بعده يا احمد. من غير ما اشوف الهدف الثاني ده احلى طبعا. ده جبار ده. يا ساتر. اوبا. كابتن يعني نهائي كاس امم افريقيه، انا معرفش الفئه اللي بتلعب اللي بيلعب قدامها دي الفئه اللي بيلعب قدامها حسام. يعني الفئه دي مش عارف. طب حاجه افريقيه برضه ماشي يعني. بس انت بتتكلم على هدف 98. يعني في الوقت ده الناس كلها اتكلمت على الكوره اللي هي غيرت اتجاهها والكلام ده وكده. لفه غريبه. بالظبط. وهدف مؤثر جدا، وهدف وصلنا الحمد لله ان احنا ناخد بطوله 98. فاكيد هدف جنوب افريقيا. والله ما عشان هدفي بس، هو لو انا حتى لا، ولو هدفك عادي، لو انا بقاين يعني، انا مثلا هدف الكابتن حسام انا قلت في مواد الزمالك هو طبعا افضل بكتير. لكن ده
بصرف النظر عن انه هدف ببطوله والكلام ده كله، فنيا انت شايفه احلى يعني؟ ونترك للجمهور ممكن يبعتوا يقولوا لنا يعني. والله والله لا والله لا. بص يا جماعه عايزين تبعتوا وهشوفها في اخر الحلقه. صحيح. قيموا كل الاهداف، قولوا اهداف بتاعت كابتن احمد حسن ولا كابتن حسام. طيب عندنا كمان هدفين اعتقد لكل. يلا ورينا يا احمد ورينا. ده حسام؟ لا ده انا. ده انت حلو قوي. بس هما لازم الجون ده يجيبوه من اعاده كمان. من الاعاده آه. عندك من الاعاده ده يا احمد؟ ما عندوش من الاعاده. وده يا عيني تعال. ها بما يرضي الله، انا عايزك بما يرضي الله. انت قول لي. هنختار هدف الكابتن حسام عشان اليوم ده يعدي. اليوم ده يعدي على خير. انا عايزك بجد تحكم، لان الناس اصل هم جايبين انت لعيب كبير فريق الاعداد. لا طبعا انا عارف طبعا. انا يعني اقصد فنيا هو يعني فريق الاعداد جايب طبعا اهداف الاثنين حلوين يعني. الاهداف الاثنين طبعا اهداف حلوين جدا واهداف مهمه جدا. يمكن الهدف بتاعي طبعا من كوره ثابته، وكان هدف من الاهداف اللي انا بعتز بيها جدا، هدف المقصه ده، لان كوره ثابته والكوره متشطب بصعوبه. وكابتن حسام، بس هو المقارنه هنا في فريق اعداد، هم طبعا يعني عايزين يعملوا ايه شويه يعني ساسبنس كده. بس هو انا المقارنه بينه وكابتن حسام ما ينفعش. انا حرزت اهداف كتير، انا جايب اكتر من 170 هدف في حياتي. طيب ما شاء الله. بس هو بيلعب فيرود، هو راجل فيرود، وانا كنت راجل نص ملعب يعني. يعني بس انا كان عندي لا طبعا الهدف ده على جماليات الهدف. لا هدف حلو، هدف حلو ده يبقى ده هدف كابتن حسام افضل. تمام تمام. يلا اللي بعده يا احمد، اعتقد فاضل لنا مقارنه او اثنين كمان. يلا يا سيدي. لا من غير ما اشوف الهدف الثاني طبعا. لا يعني المقارنه تبقى ظالمه اصلا. لا طبعا فدي. هدف طبعا هدف الكابتن حسام طبعا مليون المية. في مباراه الجزائر، ويعني انا وقتها انا كان عندي 13 سنه، ده انا الهدف ده يعني فرح مصر كلها. وصلنا لكاس العالم طبعا ضد ماتش الجزائر. فلا هدف ما يتنسيش. والجون ده حلو قوي برضه. ايوه طبعا ده هدف حلو قوي ليك قوي، ده قوي. انت هنا فكرت ايه بقى؟ ليه ما حطيتهاش بطن رجلك على شمال الجون؟ والله مش عارف يعني، حسيت ان كده يعني فيها اكيد. الماتش ده كنا كاسبين 4-0، فعشان كده انا عملت اكيد. لو لا اكيد لو تعادل ولا كده كنتش هعمل كده طبعا. فيها مخاطره، هو شكله حلو قوي. قوي. انت عملت نفس اللي حازم امام برده عمل واحده زيها تقريبا في ماتش برده على خط الجون ورقص اعتقد كده. ممكن تقريبا. بس يعني هو النتيجه هي اللي ساعدتني ان انا اعمل كده. لو يعني النتيجه متعلقه. لا لو النتيجه مثلا 0-0 1-0، لا طبعا اكيد المضمون 100% بطن رجلك على شمال الجون على طول. اكيد اكيد. جميل. طيب احنا كده عرفنا مين العميد مبدئيا. وانت جبت 170 هدف. اكتر من 170 هدف. وهو الكابتن حسام جاب كام؟ لا ما اعرفش الكابتن حسام، بس الكابتن حسام ما شاء الله جايب اهداف كتير طبعا. بس بس ما اعرفش هو جايب كام هدف بصراحه يعني. ما تعرفش كام. بس انا يا كابتن انا كنت بلعب لعيب نص ملعب، انا مش بلعب فيروت. لا يمكن مؤخرا شويه في بلجيكا وفي تركيا بدات ان انا العب رقم 10 اللي هو تحت الفيرود وكده. وده زود ناحيه التهديف عندي شويه. بس يعني مثلا لما تيجي تبص على المنتخب، انا سادس واحد هداف للمنتخب. والله في في, في يعني كابتن حسام، كابتن حسن الشاذلي تقريبا يعني، انا معدي ناس كتير قوي. مع المنتخب انا سادس واحد موجود. سادس واحد. فان انا اكون لعيب نص ملعب واحرز كم الاهداف دي، فده في حد ذاته طبعا يعني شيء جيد يعني. طبعا طبعا. هو يمكن الهدف ده تحديدا انا سالتك عليه قبل كده، قلت لك هل انت لفيت وش رجلك ولا كانت عدله ولا ايه؟ لا ولا لفيت ولا عملت اي حاجه. انا شطت الشوطه العاديه بتاعتي. عدله؟ عدله. هو كمان خلي بالك يا كابتن، انا جبت جون زيه بالظبط بعديها باكتر من حوالي 8 سنين او 7 سنين. ماتش ليبيا كان 2003 2004. كنا بنلعب هنا في الملعب المقاولين، وجبت جون بنفس الشكل. بنفس الشكل. بالظبط. فهي مع تارديلي. كان مع تارديلي مظبوط. بالظبط. هي كابتن والله هي الكوره خلي بالك، انا يعني انا ما اعرفش، انا بشوط عادي يعني، مش ما فيش اي حاجه خالص. بس بص لفت ازاي؟ لفت لفه غريبه جدا. ما من هنا كمان هتبان اكتر. يعني لفه مش لفه. بس بكون جت شويه هوا
زقته كويسه جدا فخلاص سبت له ضربه الجزاء. وحتى انا هتلاقيني يا كابتن انا وقفت بعيد، انا ما وقفتش، الفول بتاعي جاي من بعيد مش جاي من انت جاي من بعيد جدا بالظبط. فانا مش عايز اعمل مشكله جوه الملعب لان خلاص يعني دي بتبقى حاجه. ابو تريك جاب الجون الثاني ودي كانت ضربه الجزاء. فهو كان عايز يبقى ليه هدفين يعني. مش هينفع نعمل مشكله جوه الملعب لان انا كمان ككابتن الفريق بحاول احتوي الامور يعني. فقلت له خلاص ماشي شوط ضربه الجزاء. ولكن بعدها كابتن حسن طبعا عاتبني انا شخصيا. عاتبك طبعا وقال لي تعليمات لازم تتبع، في تعليمات لازم تتم والكلام ده وكده. وبعدها كنت انا اللي بشوط بسبب ضربات الجزاء بالظبط. جميل. طيب عندنا اكيد حوارات اخرى مع الكابتن احمد حسن ولكن بعد الفاصل. طيب على ذكر ضربات الجزاء هفكرك بكوت ديفوار. فاكر الماتش ده طبعا؟ نهائي 2006 نهائي. طبعا اكيد طبعا. انت كان في ضربه جزاء ورحت انت تلعبها وحصل اللي حصل. هنشوفها وهنشوف ازاي انت بقى كان عندك قلب لما رحت النقطه. والله بص يمكن وانا بشوط ضربه الجزاء احس ان الجون قدامي قد كده. طبعا. ليه؟ لان انا كنت مضيع ضربه الجزاء الاولانيه. وكان هنا في تخوف من اغلب اللعيبه ان مين اللي يبدا الاول. وانا كنت مضيع ضربه الجزاء. فانا وقتها طبيعتي انا شخصيتي ان انا يعني بعرف اتعامل مع المواقف الصعبه وبعرف اتعامل مع المواقف الحاسمه. فطلبت من كابتن شاوي ان انا اشوط الاول. فحتى كابتن شاوي وقتها قال لي خليك الثاني خليك الثالث. فانا حاسس ان اللعيبه قلقانه. طبعا محدش عايز يدخل يشوط اول ضربه جزاء. يعني هو لما بينزل الكابتن شاوي بيختار مين الاول مين، فمش حد بيقول مين الاول كان ما حد هو داخل يسأل, مين اللي يشوط الاول. فما فيش قلت حد انا هشوط فما فيش حد. لا ما قلتش الاول انا على طول. ما حدش اتكلم. فحسيت اني كلهم قلق فقلت له انا هشوط الاول. هي نوع من انواع انك انت بتدي طمأنينه للعيبه. اني اهو انا مضيع لسه من ما فيش 10 دقايق ربع ساعه وداخل اشوط اول واحد فخلاص. بس يعني الموضوع يعني يا رباطه جأش مش طبيعيه. مليون المية. طبعا مليون المية. انت لسه مضيع مليون المية. ومضيع في ايه؟ انت مش مضيع في ماتش عادي وكلا. انت مضيع في نهائي والاستاد فيه حوالي 100,000 و90 ألف حوالين الشاشات كلها قاعدة بتشوف. 90 مليون حوالين الشاشات بتشوف الماتش. فاللي هو يعني انا يعني ماشي حتى مهما كانت كوت شخصية. بس خليني اقول لك يا كابتن والله وانا هعمل القرعة مع دروبا كل ما اتمناه ان هو يكسب وهو يشوط الاول. يعني حتى احساس اني مثلا ممكن الحضر يصد فيبقى الواحد داخل اهدى شويه نفسيا وكده. انا اللي كسبت وانا اللي شوط الاول. انت عملت رهان معايا يعني؟ مش رهان. احنا لما احنا عملنا التصفيات قرعه مين يبتدي ضربات الجزاء. فانا كنت بتمنى ان هو اللي يشوط الاول. كنت فاضي يشوط الاول وهو اللي شاط. لا احنا اللي شوط الاول. انت اللي شوط الاول فانا اللي دخلت. فحظي كمان ان انا جت كمان القرعه بتاعتي ان انا اللي شوط الاول لما رحت عملتها. فانا هشوف. فالجون بالنسبه لي شايفه طبعا قد كده مش يعني طبعا. فلما جبت ضربه الجزاء حسيت ان جبل اتشال من عليا. طبعا انا بعد ضربه الجزاء دي كان الدقيقه 93 كان لسه فاضل حوالي نص ساعه. والله يا كابتن مدحت كل حته في جسمي شدت. كل حته في جسمي كانت بتشد. طبعا وانا طبعًا. مش قادر ادي احساس اللعيبه. عمال اقف ماسك السمانه شادت شويه اعمل لها ستريتش. شريط شغال في دماغي بالظبط. شريط شغال في دماغي طبعا. خلفيه عماله تشد اماميه عماله تشد. كل حته في جسمي خلاص يعني انت حاسس ان انت ضغط ومسؤوليه ونهائي فانما الحمد لله يعني. انت بعد ما جبت الهدف ده عملت الحركه دي. انا ما انت المفروض انت تفرح. انا حاسس ان انا يعني شلت جبل. طب قول لي بأمانة ربنا كده لو تتذكر مين ما رضاش يشوط. يعني اتقال له شوط وقال لا بلا. وده مش عيب على فكره. مش ما رضاش يشوط. هو ابراهيم سعيد طبعا طلع. طلع منين؟ طلع من الماتش قبل ما ضربات الجزاء. هو خلاص قبل في الدقيقه تقريبا 117 118 كده. الكابتن طلعه. لا هو مش عايز يشوط. طلع عشان ما يشوطش. ده ونزل عبد الحليم علي. عبد الحليم كان المفروض ان عبد الظاهر يشوط فدخل عبد الحليم. عبد الظاهر دخل عبد الحليم تقريبا. كان عبد الظاهر المفروض ان هو يتحط يشوط. دخل عبد الحليم. والله يا كابتن انا كنت في وادي تاني اساسا وانا كنتش مركز مين يشوط ومين ما يشوطش. انا كنت مركز في المصيبه اللي لا قدر الله ممكن تحصل. وان انا اشيل يعني ابراهيم سعيد قال لك انا طالع عشان مش عايز اشوط. يعني عمل ان هو جاله
دي ذكريات لذيذه جدا على فكره. وطبعا انتوا بتقوموا مفيش خلاص، هو بص في الساعه لا ده فاضل دقيقتين هو خلاص هو هو هو, هو قال لك انا ودخل عبد الحليم وشاط مع عبد الحليم بس ضايع الحمد لله ضايع انا فاكر لانه برضه هو لسه نازل. بص عبد الظاهر حتى بيقول له ما تخوكش يعني بيشده بيشده يعني بيقول له ما تخوكش. وعمرو برضه بيقول له هو يمكن قلقان هو حتى قال لك انا مش انا وده خلي بالك دي حاجه كويسه ان ما يبقاش داخل برضه يشوط ان هو عنده مشكله. خلي بالك احنا كلنا يعني انا ما شفتش طبعا كابتن حسنين لا كابتن حسنين مش اللعيبه طبعا كلهم بيقولوا ايه خليك في الملعب ما تخرجش هو كان خلاص يعني هو خد القرار ان مش الله يرحمه طبعا محمد عبد الوهاب يعني قيمه عظيمه طبعا طبعا اكيد طبعا الله يعني. اكيد طبعا رحمه الله دي ذكريات جميله برضو. احنا بنفكر الناس بالايام الحلوه يا كابتن يعني احنا السهره اللي عاملينها النهارده مع بعض هي سهره اشجان يعني بنعيد ذكريات ونحس الناس بالاجواء. بص المنظر بص الجمهور يا كابتن كان جمهور مفيش مقعد فاضي كان جمهور مختلف جمهور مفيش مقعد لا 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 طبعا مفيش. المباراه يا كابتن قفلوا المباراه كانت هتتلعب الساعه تقريبا اتلعبت الساعه 7 الساعه 3 البيبان اتقفلت مقفولة او الساعة 2 تقريبا البيبان اتقفلت في ناس كان معاها تكت ما عرفتش تدخل. ادي حقيقة دي حقيقة ادي حقيقة. انت بتتكلم يعني انا المباراة دي ومباراة الجزائر اللي هي وصلنا لكأس العالم 2-0 هنا طبعا المباراتين دول انا مش ممكن انساهم. وطبعا المباراة كانت مهمة جدا بالنسبة لي دي كانت بدايتي مع المنتخب الأول مباراة المغرب 1-1 بس كنت وقتها انا كنت لسه عندي 20 سنة تقريبا وقتها فكنت صغير جدا في السن انما لا طبعا يعني بدايه انطلاقه الجيل الذهبي ده هي 2006 قوي لو جيل بصراحه لا يتكرر صح يكون واقعين مجموعه بالاسم كل واحد فيهم اسطوره بمنتهى الصراحه يعني. لا لا طبعا يعني انت بتتكلم بدايه من الحضري ابو تريكه بركات وائل جمعه حسني عبد ربه حسني الله يرحمه محمد عبد الوهاب. لا حسني ما كانش معانا في كده قصه ثانيه وقتها طبعا احنا عشناها. طيب مظبوط عايز اوديك لبطوله الامم 98 بطولة أمم أفريقيا 98 الكابتن الجوهري اديني برضو كده كابتن الجوهري وكان كلامه ازاي وتجهيزه للبطولة كده بعض الذكريات يعني. بص يا كابتن بطولة 98 لو تفتكر ان احنا لما رحنا كان جيل بينتهي وجيل بيبدأ ايوه لان يمكن اللي فضل معانا من جيل 90 كان الكابتن هاني رمزي والكابتن حسام حسن فقط لا غير هم اللي فضلوا معانا بس من جيل 90 وقتها كان في ضغوط شديدة جدا حتى على كابتن حسام حسن وقتها ان يبطل وخلاص ومش عارف ايه وكده وحتى هو طلع هداف البطولة وقتها. وكان المنتخب وقتها حتى كابتن جوهري كان ليه تصريح شهير قال لك ما تنتظروش حاجة احنا هنكون في المركز ال 13. قال كده قبل ما تطلعوا تسافروا. مظبوط بس معانا احنا ده ما كانش الكلام اللي بيتقال، معانا احنا رايحين عايزين على الأقل احنا رايحين نوصل سيمي فاينل. على الأقل مربع. ما كناش ناخد البطولة. عملنا لقاءات وديه قويه جدا واحنا عملنا معسكر في تقريبا كان في تايلاند او في كوريا وعملنا لقاءات قويه جدا وجينا بعد كده رحنا على بوركينا فاسو. من لما رحنا البلد دي من البلاد احنا بنتكلم في 98 بنتكلم من عدد سنين كبير جدا بالظبط من 22 من البلاد الفقيره جدا. ولما رحنا كانوا وقتها كان في كده الظاهره اللي هي طبعا الـ افريقيا ان يعملوا نوع من انواع التدعيم البلاد اللي هي الاكثر فقرا ان هم يتعمل كاسات امم والكلام ده بالظبط. لما رحنا وصلنا بالليل فوصلنا في مكان كده كانت مدحت زي مكان كده معمول مبنى جديد هو مبنى جديد وصلنا حوالي الساعه 12 بالليل سفريه صعبه جدا فالمكان زي كومباوند صغير كده وفي حوالي 20 شاليه كل شاليه فيه غرفتين وكل اتنين يقعدوا فيه. فلما وصلنا دخلنا لقينا اللعيبه كل اللعيبه احنا ايه اللي احنا جايين نقعد فيه ده وايه يا جماعه الصعوبات ايه الموضوع ده والكلام ده وكده وما كناش مرتاحين يعني فطلعنا كلنا اتكلمنا مع كابتن جوهري والكلام ده وكده وقلنا يا كابتن مكان ما ينفعش وسحالي جوه الاوض سحالي احنا كنا بننام في وقت من الاوقات كان بيبقى في سحليه كده معديه من جنبك والله عشان الناس بس ما تفتكرش ان الامور كده بتيجي ببساطه وسهوله ورفاهيه فلقينا كابتن جوهري بقى عمل محاضره بهدله فينا انتوا فاكرين ان انتوا جايين مرفهين انتوا فاكرين ان احنا جايين معسكر احنا جايين جيش هنا احنا جايين مش انت عارف طبيعه كابتن جوهري كانت طبيعه عسكريه اكيد طبعا انت برضو يعني كنت في نفس المؤسسه ايوه احنا مش جايين نهزر احنا مش جايين احنا جايين هنا عشان
نحقق بطولة، احنا جايين ما تقعدوش تحطوا في دماغكم انتوا فاكرين ان انتوا جايين موفهين، وخدنا دوش بس عمل لكم حاجات ترفيه، بينج بونج وبلاي ستيشن وبتاع، ما يعني وقتها كان لسه البلاي ستيشن ده طالع جديد وكلام جديد ده فبدا يعمل حاجه تاني يوم الصبح، يقول ان انا هعمل 100 دولار مكافاه لانضف شاليه. فكل واحد بقى يجي ويحمي نظف الشاليه بتاعه، مش عارف ايه اللي يحط زي قدام الشاليه، اللي يحط مش عارف ايه، ايه اللي يشغل مزيكا كده يعني. فاكر مين اخذ ال 100 دولار ده؟ طبعا طبعا كان كابتن هاني رمزي، وكان مش عارف مين معاه، منظم هاني وعماره وياسر رضوان تقريبا الله يرضى، دول كانوا مع بعض. هم كانوا بقى حاطين، كان هاني بقى وقتها في المانيا، فكان جايب السماعات دي وشغل مزيكا ويحطوا بقى مش عارف ايه، الشاليه بتاعهم الشاليه بتاعهم نظيف والشاليه كده يعني. فهم خدوا، كنت انا واسامه نبيه مع بعض، وكان سامي الشيشيني تقريبا وطارق مصطفى، كنا احنا الاربعه في شاليه واحد. هو طبعا كان اسوء شاليه يعني، ده كان واستمريتوا بقى في الشاليهات دي؟ استمرينا في الشاليهات، وبدانا نأقلم نفسنا بقى ونتعايش مع الوضع وكده، لحد المباراه النهائيه. يعني احنا لعبنا 5 لقاءات في نفس البلد، في نفس البلد، والمباراه الاخيره اتنقلنا للفاينل بقى، اللي هو اتنقلنا للبلد اللي هي العاصمه، وركبنا الطياره اللي هي المراوح دي، والحمد لله ان احنا وصلنا بالسلامه. اللي هي الفوكر دي اللي بتلعب في الجو، اللي بتلعب في الجو دي، يعني احنا يعني بالظبط على بال ما وصلنا، يعني بستر ربنا كده يعني كنا وصلنا يعني بسلامه الله. وانا فاكر الحضري كان عمل مشكله مع كابتن الجوهري، عايز يلعب وبتاع، فاكر انت؟ هو يعني دايما حارس المرمى بتبقى ايه؟ الامور بتاعته صعبه شويه. طبعا كابتن حسام 7 اهداف في البطوله دي، ما شاء الله، هو ومكايس طبعا الاثنين خدوا هدافين البطوله. وكانت حياه جديده لكابتن حسام، لان كان الاعلام كله قلب عليه وقتها، وكان عايزين يبطلوا الكلام ده وكده. بالظبط. الحضري يمكن احنا لما وصلنا كسبنا اول لقاءين، فاللقاء الثالث خلاص هو تحصيل حاصل يعني. فدايما الحارس اللي بيبدا هو اللي بينهي، يعني ما بيبقاش فيه تبديل والكلام ده وكده. فانما مش مشكله ولا حاجه. هو اللي حصل من ضمن الحاجات برضه، احنا في عندنا 4 لعيبه او 3 لعيبه اصيبوا، يعني في لعيبه جالها ملايا، وفي لعيبه يعني وليد صلاح، الدين، عبد الناصر، محمد، في لعيبه كتير جالها سخونيه وتعب والكلام ده وكده، وكان اعياء وكده، وحتى الدكه عندنا ما كانتش بتبقى كتير وقتها. انما بطوله مهمه قوي، بطوله نقله في حياتي انا شخصيا. يعني طبعا من 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 البطولات المهمه بالنسبه لي، واللي نقلتني نقله مختلفه او حياه مختلفه بالنسبه لي في كره القدم. ليه بقى فضلت تروح على بشكتاش بعد كده؟ فضلت اروح لبشكتاش لان كان وقتها احنا ما عندناش لسه مساله وكلاء اللعيبه، وكانت انك انت نظره الغرب ليك او الاوروبيين او ايا كان ما كانتش موجوده، ما كانش الباب زي دلوقتي. انت خلاص انت العالم كله دلوقتي بين ايديك، انت بتقدر تشوف اي ماتش، بتقدر تشوف اي فريق، بتقدر تشوف اي لاعب، فما كانش ده موجود. كان عندي بعض العروض مثلا من اسبانيا، من اسبانيا بالتحديد وقتها، انما العرض اللي جه بشكل رسمي والناس اللي جت خلصت هي كانت وقتها كوجالي التركي، مش بشكتاش. انا اول نادي كان كوجالي بالظبط. كنت انت وقتها هنا فين بقى؟ في الاسماعيلي. في الاسماعيلي كنت وقتها في النادي الاسماعيلي. كان جيل برضو قوي جدا. طبعا كان جيل وقتها جيل، وكنا 97 كنا اخذنا كاس مصر وقتها قبل ما نمشي على طول 98. كان مين راس حربه معاك وقتها؟ كان مجد الصياد، وكان محمد صلاح ابو جريشه، وكان طبعا طبعا وكان محمد العال، و ايهاب جلال، وفوزي جمال، وحمزه الجمل، والعجوز. نعم. عاطف؟ لا، كابتن عاطف ما كانش موجود وقتها. كنت انا جيت، كان هم مشوا لان كان فكر الصغير كمان، الكبير والصغير. كانت مجموعه لعيبه طبعا جامده جدا، ادهم الصلاحدار، بشير عبد الصمد، يعني مجموعه لعيبه طبعا قوي، كانوا مميزين جدا. وكانوا هم وقتها قبلها بسنتين كانوا واخدين الدوري. كان نادي اسماعيلي كان واخد الدوري سنه 2000 لا سنة 95 96 تقريبا. الاسماعيلي خد الدوري، وانا رحت بعدها، او 94 95 الاسماعيلي، او 93 94 الاسماعيلي خد الدوري، وانا رحت بعدها. و97 خدنا كاس مصر. لا، هو اخد 91 92. شور يا 92، انا تقريبا 92 ولعب مباراة فاصلة قدام الاهلي 93 بالظبط كده. لو تفتكر بالظبط كده. بالظبط. طب رحت بكام بقى؟ النادي الاسماعيلي قبض كام؟ لا، رحت برقم كبير للنادي الاسماعيلي. لا،
لا بنتكلم على كوجالي. كوجالي رحت تقريبا وقتها كان الرقم كان حوالي منين؟ من اسوان. من اسوان بكام رحت؟ ب 250 الف جنيه وقتها كان رقم جامد. بس انا قبلها بسنه قبلها بسنه انا رحت اسوان ب 11000 جنيه والاهلي ما رضيش يخلصني وقتها ب 7000 جنيه من مغاغه. الاهلي ما رضاش يخلصك ب 7000 جنيه. كابتن ابراهيم عبد الصمد هيزعل تاني يقول لي انت كل ما تشوفني تفضحني. لا عادي عادي اصل لا بالعكس اصل انا وقتها كنت 17 سنه وكنت بلعب في مغاغه وقتها وجي النادي الاهلي كان عايزني. فالنادي الاهلي وقتها ما كانش بيدفع في ناشئ اكتر من 5000 جنيه. اوكي. اقصى رقم يدفع 5000 جنيه. وانا كنت عايز اروح الاهلي وقتها. طبعا. وجاء اسوان كنت انا بلعب درجه اولى مع مغاغه ولعبت ضد اسوان واسوان كانوا عايزيني دفعوا تقريبا 11000 جنيه. ونادي الاهلي وقتها فجم نادي مغاغه قالوا لهم طب ادفعوا 7000 جنيه واحنا نسيبه يعني بحيث ان فجم قالوا لا احنا ما بندفعش اكتر من 5000 جنيه. ورحت لعبت في اسوان خلاص يعني رحت لعبت في اسوان بس وقتها كان انت كنت بتتكلم على حد لعيب في الانتو يا كابتن وانت بتتكلم اني جه ومحدش اقتنع بيه والكلام ده وكده. ده كان مين؟ كان عمر جمال. كان عمر المونيوم. انا رحت القناه قعدت اسبوع في القناه كابتن صاحب جيشه مشاني قال لهم لا مش عايزه. لا والله. والله ووقتها كان وقتها رحت طالع من القناه رحت قبل ما اروح اسوان رحت لعبت الموسم ده في اسوان. وبعدها النادي الاهلي السنه اللي بعديها انا لعبت 10 شهور بس في اسوان. يعني لعبت موسم واحد بس. اوكي. بعدها النادي الاهلي حط 120000 جنيه لاسوان. بس كان وقتها طبعا النادي الاسماعيلي حسم الموقف ب 250000 جنيه. طب اخر حاجه بطلع فاصل رحت بقى كوجالي بكام؟ حوالي 400000 دولار. 400000 دولار. 400000 وده كان رقم في الوقت ده قوي. بالنسبه للاسعار دي في الوقت ده طبعا يعتبر كان رقم قوي. يعني يعتبر كان 400000 دولار احنا بنتكلم مثلا ممكن يكون 2 مليون دولار مثلا دلوقتي او حاجه او الكلام ده يعني كان رقم يعتبر تقريباً لان اسعار اللعيبه كانت كام وقتها يا كابتن وقتها 50000 جنيه اقصى لعيب بياخد في مصر كان بياخد 50000 جنيه يعني الاهلي كان بياخد 50000 جنيه انا كنت في الاسماعيلي كنت باخد 15000 جنيه يعني ف 400000 دولار يعتبر كان رقم كبير بالنسبه للاسماعيلي اكيد طيب مزبوط. عندي حوارات اخرى مع الكابتن احمد حسن ولكن بعد الفاصل طيب قبل ما نتكلم بقى عن الدوري العام المصري والأندية والصفقات والمستويات ورأيك لبعض الفرق هل هتقدر تنافس من عدمه والفرق اللي دعمت صفوفها بدولارات كبيرة قوي ولم تحقق حتى الآن يعني هذه الأمور خليني أختم في الجزء ده بعشرين عشرة البطولة العظيمة 2010 يعني كلمني على البطولة دي بشكل عام أبو كباتن وأصعب المواقف اللي مرت بيه بص طبعا هي بطوله مهمه جدا وكانت الثلاثيه للجيل الذهبي واعتقد ان هي بدايتها كانت طبعا صعوبتها كانت في ان احنا كان عندنا عناصر مهمه ما كانتش موجوده معانا يعني ابو تريكه ما كانش موجود في البطوله دي محمد شوقي ما كانش كان موجود كان بطل ابو تريكه لا ما كانش بطل بس كان عنده شيخ في القدم فما كانش كان مصاب ما كانش موجود معانا اوكي عمرو زكي ما كانش موجود معانا وطبعا لعيب كان مهم جدا بالنسبه لنا ومحمد شوقي برضه ما كانش موجود معانا في البطوله دي فبالتالي الثلاثي دول ما كانوش موجودين طب ليه محمد شوقي ما كانش موجود مش عارف وقتها برضه ليه محمد شوقي ما كانش موجود كابتن يعني حسن ما خدوش مش عارف بالظبط هل استبعاد اللي ممكن شوقي ما كانش مش عارف يعني انا مش فاكر وقتها ليه ما كانش شوقي ما كانش موجود انما ما كانش موجود معانا وكان هو طبعا لعيب من ركائز الاساسيه ولعيب مهم بالنسبه لنا انما بقى عندنا هيبه ان انت بتنزل تلعب اي حد هو عامل هبه للمنتخب المصري واحنا استغلنا دي هم البطولتين اللي قبليهم بالظبط كده رغم ان هي كانت بطوله صعبه وما كانش سهل طبعا ان احنا نقدر ان احنا نحققها بترجعنا يعني بالايام الحلوه مدحت الله طبعا. يعني ده اخر كاس رفعناه 2010 طبعا الحضري وبقيه اللعيبه كلها ده البطوله اللي انت رفعت فيها 170 مباراه دوليه مظبوط مظبوط ده يعني اتحطيت برضه في موقف زي ما حكينا كده على البنالتي اللي انا جبته وبعد كده دخلت شوط تاني ماتش الكاميرون طبعا ده كان من اصعب ماتشات بالنسبه لي يمكن انا قبل الماتش فكرت ان انا كنت بالمباراه دي بوصل يعني زي ما بيقولوا كده للعماده الافريقيه يعني كان وقتها انا خلاص يبقى اكتر لعيب في افريقيا لعب مباراه ففكرت ان انا اعمل تيشيرت ب 170 ذكرى يعني ما يبقاش
يبقى ثقة ان شاء الله لو كسبنا وكده يعني اطلع بالتيشيرت ده واظهر بيه وكده. وده حصل الحمد لله. دفعت مع عبد الواحد السيد يجري عليك والله. هو ما كانش عبد الواحد, هو كان عبد الظاهر السقا والله, مش عبد الواحد بس. عبد الواحد هو بدا يعني طبعا اخذ التيشيرت. لان عبد طبعا يعني عبد الواحد طبعا وكلهم اخوات وكلهم حبايب, احمد عبد الملك و سيد حمدي واحمد عبد الرؤوف, يعني كان مجموعه كلها اي حد كان بيدخل معانا كان بيعتبر واحد من المجموعه, ودي كان بيميز الجيل ده يعني. ف اول ما جبت الجون الكوره اللي طبعا عدت الناس كلها وانا جاي اطلعها هتدخل فيا, فقلت اليوم لخبط والدنيا باظت وشكلها كده هتبقى ذكرى من اسوء الذكريات بالنسبه لي, لان يوم تاريخي بالنسبه لي طبعًا. يعني ف يعني بدات استعيد قوايا تاني وبدات استعيد يعني تركيزي تاني في الملعب وكده, وتعصبت وخبطت العارضه وقعدت اشتم واكلم نفسي ويعني وبعديها الحمد لله بعديها على طول بكام دقيقه كده قدرت ان انا احرز هدف التعادل ضد الكاميرون, جبنا هدف التعادل وبعد كده جده نزل جاب الهدف التاني, وبعد كده جبت الهدف التالت طبعا اللي هو خلاص يعني انهينا بيه اللقاء لصالحنا وقدرنا ان احنا نوصل للسيمي فاينل وقتها, ولعبنا منتخب الجزائر المباراه طبعا الكبيره اللي احنا كسبنا فيها 4 بعد كده منتخب الجزائر. احنا مع الاسف ما عندناش حقوق عشان نذيع اللقاء يعني ما يعني بس هي في الذاكره عند الناس أكيد كلها اكيد اكيد ف يعني دي كانت من اصعب المواقف اللي انا مريت بيها في البطوله. طب كابتن احمد يعني انت تعاملت مع الكابتن جوهري تعاملت مع الكابتن حسن شحاته, انا كنت بشوفك دايما بتيجي اتحاد الكوره وتطلع حتى تقعد تجتمع منفردا مع الكابتن حسن شحاته, حتى في بعض الاوقات يقول لك الكابتن احمد حسن كان يعني مش بيتدخل بس زي ما تقول بياخد مشورتك في التشكيل في كذا في كذا. بص 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 يا كابتن مدحت عايز اقول لك على حاجه, علاقتي بالكابتن حسن طبعا وقبليها طبعا الكابتن جوهري مطلع عليه لان ده الاب الروحي بتاعي طبعا وعلاقتي بالكابتن حسن هي علاقه اخويه وعلاقه شريك نجاح يعني لان هو كان بيثق فيا الحمد لله هو والجهاز الفني بالكامل, هو كان بيعتبر ان انا المدير الفني في الملعب يعني لدرجه ان في وقت من الاوقات انا المقربين جدا يعرفوا مدى العلاقه اللي بيني وبين الكابتن حسن شحاته, هي مش مجرد علاقه لاعب بمدرب, لا هي علاقه فعلا يعني اخ للكابتن حسن شحاته والقصه بالعكس والله لا اي تدخلات ولا اي حاجه ولا الجهاز وقتها كان بيسمع ولا بالكلام كان ده بس مثلا بيسالك او يستشعر فكره ده ممكن جدا. بص عادي يعني هو الثقه وصلت ما بيننا وبين بعض ان احنا ممكن نتكلم يعني انا في وقت من الوقت كنت صغير في السن جدا وكان الكابتن الجاي ممكن يقعد يتكلم معايا يستشيرني ياخد رايي بالظبط انت عارف ان هو كان دقيق في حاجات مهمه جدا الكابتن جوهري, فكان يقعد يتكلم معايا طب لو لعبنا بالشكل ده ايه رايك, طب لو لعبنا بالشكل ده ايه رايك, لاني الحمد لله يمكن 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 بطبيعتي ان ال ال يعني اللي يتكلم معايا احس اني عندي دماغ كويسه يعني اعرف اخد ودي بعرف ليا راي عندي قرار بتكلم في النهايه اللي شايفه صح ما بتكلمش يعني في النهايه والدليل على كده ان في وقت من الاوقات يعني بطوله 2008 احنا كنا بنقعد انا وبتريكة حطاطي اول 3 ماتشات وملتزمين ومفيش اي مشاكل خالص واللي يهمنا في الاول وفي الاخر هو المنتخب عليكم. بدانا البطوله انا كنت موقوف ماتش الكاميرون اللي هو زيدان طبعا لعب اللي هو جاب جونين في الماتش ده فكنا انا الماتش ده اول ماتش انا كنت موقوف ما لعبتش وكان بطريقة موجود على الدكه فالمنتخب مشي بشكل كويس طبيعي ان هو اللعيبه اللي نهت هي اللي تبدا. مين لعب مكان ابو تريكه؟ اللي لعب مكان ابو تريكه وقتها كان زيدان. زيدان واللي لعب مكانك؟ اللي لعب مكاني كان يا حسني يا شوقي حد منهم يعني وبعدين طبعا الفرقه ماشيه بشكل كويس. الماتش اللي بعديه كان تقريبا السودان نزلنا. الماتش اللي بعديه كان الاخير مش عارف نفس المجموعه 3 ماتشات ما بنبداش بننزل وما كانش عندنا ادنى مشكله خالص لان مصلحه المنتخب وطبعا لعيب من اللعيبه الكبيره ولعيب من اللعيبه المهمين وكمان كان معانا في 2010 كمان بس تقول لي اللاعب مين؟ هل هو زيدان؟ ما فيهاش حاجه لا والله ما يعني لا هو زيدان كان لنا مشاكل على طول يعني زيدان طبعا زيدان كان البدايات وبعد كده تيجي في الاخر ما تلاقوش يعني زيدان كان البدايات ينطلق وبعد كده تقول لا مش هينفع طبعا اقول مين لا هو مش عشان حاجه والله لان دي كانت حاجات كواليس خاصه يعني دايما الواحد يقول الايجابيات وبالعكس هو كان لعيب مهم ولعيب كان بيحبه جدا الكابتن حسن بس هو كان يعني مهاجم ولا لاعب وسط؟
شويه شويه هتقولي اول حرف من اسم؟ لا 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 خالص خالص. لا كان لاعب، كان لاعب نص ملعب، كان لاعب نص ملعب. اوكي. فهو وقتها قعد يتكلم معايا ولازم تكلمه ولازم يشد ولازم مش عارف ايه. فطبعا كان طبيعي اني 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 الجهاز الحمد لله كان بيثق فيا بشكل كبير جدا. انا بيتكلموا معايا كويس حقيقه، وزي ما انت بتقول يعني حتى لما كنت اروح اتواجد مع كابتن حسن في الاتحاد نتكلم عادي بشكل عام يعني. انما اختيارات لعيبه، اختيارات تشكيل، اختيارات طبعا ده كان حق اصيل للجهاز الفني بدون اي تدخلات وبدون اي حاجه. انما الحمد لله يمكن يمكن من اهم اللقاءات، اللقاءات الصعبه كمان اللي انا افتكرها في 2010 كان لقاء الجزائر، لان كانت الناس كلها طبعا كان اللقاء ده كان لقاء مهم جدا بالنسبه للشعب المصري كله بالكامل، الشعب المصري والدوله بشكل عام، وكان ماتش ماتش سياسي يعني طبعا. يعني مش ماتش كوره. افتكر بعديها بعد ما كسبنا الماتش ده كل القيادات السياسيه في مصر وقتها كلمونا، خلاص احنا مش عايزين منكم حاجه، احنا وقتها احنا خلاص الموضوع خلص والموضوع انتهى واحنا فرحانين بيكم كده خلاص. انما احنا لعيبه قعدنا مع بعض قلنا عايزين نكمل التاني طبعا زي ال 16 مش هيتحسب لنا انجاز الا لما نحقق البطوله. صح. وده الحمد لله اللي قدرنا ان احنا نحققه، لان ما غلطناش غلطه مباراه مصر والجزائر الاولانيه، لان احنا بعد ما كسبنا الجزائر وطلعنا من دورمان السودان الشعب المصري كله افتكر ان احنا وصلنا كاس عالم، وده للاسف ان احنا فرحنا قبل ما نوصل. صحيح. فما حبيناش ان احنا نعمل نفس الغلطه ان فرحه الناس ونشوه الشعب المصري كله بالكامل فتخلينا ننزل ماتش غانا الاخير واحنا يعني حاسين ان احنا خلاص خدنا البطوله قبل ما نلعب. فبالعكس كان تركيز شديد جدا وقدرنا الحمد لله ان احنا نحقق البطوله. طيب قبل ما نطلع فاصل واكلمك على الدوري بقى، المنتخب الحالي بما ان احنا كنا بنتكلم على منتخب مصر يعني، هل انت شايف المنتخب بتاعنا الحالي يعني مش عايز اقول كلمه له هويه يعني، لكن انت حاسس ان المنتخب بيأدي بالشكل اللي انت تشعر بان هو منتخب قوي ومتماسك وقادر، وهل انت شاعر ان المنتخب بتاعنا دلوقتي عنده قوام حقيقي؟ بص يعني في 2019 يا كابتن كان المنتخب ما يطمنش. مؤخرا اللي هي في امم افريقيا، في امم افريقيا طبعا يعني يعني عندنا مجموعه لعيبه كويسه ولكن مش عارفين نستخدمها بالشكل الجيد. ومفتقدين لحته القتال في الملعب. يعني عندك مجموعه لعيبه كويسه، محمد صلاح والنني وتريزيجيه ومعاهم مجموعه لعيبه اللي موجوده في مصر. بس الحته القتاليه مفتقدينها شويه، حته الروح اللي بتميزنا دايما كلاعبين مصريين مفتقدينها شويه. مع وجود الكابتن حسام كان في شويه تعثرات في الاول، وده وضع طبيعي انك انت بتبني منتخب جديد او بتشتغل بفكر مختلف. انما بعديها بدا يحصل نوع من انواع ان تجاوز الـ 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 الازمات دي وان بدا المنتخب يبقى ليه شكل كويس. يعني حتى المباراه الاولانيه اللي احنا لعبناها هنا اللي كانت ضد توجو، المباراه الثانيه ادينا بشكل كويس في مجموعه لعيبه كويسه ويطلع منها شكل كويس. ما نقدرش نحكم على تجربه الكابتن حسام في الوقت الحالي لان يعني فتره كورونا غيبتنا وخلت العالم كله ما فيش ماتشات وديه، ما فيش لقاءات. انما الاهم انك انت تعرف تكسب عشان توصل. يعني طبعا احنا كان شكلنا وحش جدا في اول لقاءين، الا اني اخر لقاءين قدرت انك انت تحصل على 6 نقاط فيحطوك في اول المجموعه وخلوك تفكر في اللي جاي بشكل اهدى. اتمنى ان يبني على ده كابتن حسام، لاني معاه مجموعه لعيبه كويسه، معاه كمان عدد لعيبه من الجاهزيه بشكل كويس في الوقت الحالي. يبقى حاجه واحده بس لازم يشتغل عليها الكابتن حسام. فنيا لن اختلف على مجموعه اللعيبه اللي موجوده، ولكن الفنيات لوحدها مش هي اللي بتوصلك انك انت تقدر تلعب قدام منتخبات قويه وتقدر تظهر بالشكل اللي هو زي ما بنقول اسمك وتاريخك يعني تديني شكل قوي ومتماسك. لازم يحصل نوع من انواع، ودي اللي اشتغل عليها كابتن حسام، هي روح القتاليه. لان دايما القتال ودايما حته الاصرار والعزيمه في الملعب وحته الضغط وحته الشراسه لو موجوده بتعوض جزء كبير جدا جدا من الفنيات. لو الفنيات موجوده ومش موجوده الشراسه انا اعتقد ان ما بيبقاش فيه الهويه اللي انت بتتكلم عليها للمنتخب. بالظبط. فبالتالي انا اعتقد ان لازم الجزئيه دي اشتغل عليها كابتن حسام. لان انا قلت قبل كده احنا ما كناش اعظم منتخب في افريقيا لما احنا كنا بنلعب، بس احنا كنا اشرس منتخب في افريقيا. دي حقيقه، دي حقيقه. فدي جزئيه احنا بنفتقدها. لما نيجي نبص على ماتشات 2019 البطوله اللي كانت بتقام في مصر وكان عندنا فرص كبيره جدا. لما تيجي تبص احنا لعبنا قدام منتخبات مش قويه، ولكن كانت دايما المنتخبات بتبقى اقوى مننا في حته الشراسه. انت عندك لعيبه كويسه،
ولكن تيجي تبص فين الضغط، فين القتال، فين الريوح العاليه، ما كانتش موجوده. تلاقي في لاعب في اثنين في ثلاثه، انما الباقي مش موجوده. فدي اللي بيفتقد المنتخب. ان انا ما اتمنى ان شاء الله خرجنا من جنوب افريقيا دور 16 بالظبط كده، يعني بعيد قوي وعلى ملعبك وسط جمهورك. مظبوط. فانا ما اتمناه ان يبقى عندك مجموعه لعيبه قوام جيد بالنسبه للكابتن حسام، سواء من هجوم، سواء من اللعيبه اللي بتلعب من تحت خط الهجوم، لعيبه منتصف الملعب. بقى عندك مجموعه لعيبه كويسه، لو عايز بالاسماء انا اقدر اقول لك بالاسماء. يعني عندك طارق حامد، عندك النني، عندك السولية، عندك معاهم دونجا، بيراميدز النهارده يدخل معاهم امام عاشور، يدخل معاهم حمدي فتحي. فما عندك كثافه في المكان ده لتحت المهاجمين ما شاء الله. انت عندك احمد سيد زيزو، عندك محمد شريف، عندك كهربا، عندك محمد صلاح، عندك رمضان صبحي، تريزيجيه، عندك رمضان صبحي. فما شاء الله قفشه من تحتيه ومع عبد الله السعيد، يعني اقصد ان كتير. عندك ناحيه الشمال محمد حمدي، يمكن فيها معاناه شويه الحته دي، وده في مصر كله. عندك ناحيه اليمين لازم يشوف بدايل يكون كويسه، بدايل عندها القدرات الدوليه. احمد فتحي في وقت من الاوقات لو عنده القدره ان هو يقدر يستفيد بيه. عندك في القلب اللي موجود الونش، محمود علاء، حجازي. قدام مصطفى محمد بقى موجود بشكل كويس. في لاعب مين غير مصطفى محمد بقى؟ في لاعب في سيراميكا كليوباترا عجبني جدا والله. طبعا عنده نضج يعني شادي حسين بالظبط. انا اتفاجئت بيه. لاعب من اللعيبه المميزين بصراحه، لاعب كان يستحق ان هو يكون موجود في الدوري الممتاز. يعني انا فوجئت ان هو بقى له فتره طويله بيلعب في الدوري الدرجه الثانيه، انما عنده مقاومات راس الحربه اللي فعلا انا شايفه اتاخر كتير. يعني لعيب من اللعيبه المميزين، في حسام حسن طبعا، سموحه كمان لعيب من اللعيبه الجيدين. انا مش عايز انسى حد، لان في لعيبه كتير كويسه. لا هدول الامثله اللي انت قلتهم يعني بالظبط. انما انا لعيب سيراميكا كليوباترا تاني غبت الاسم والنبي شادي حسين. بصراحه لعيب من اللعيبه اللي فاجئتني، ولعيب من اللعيبه المميزين جدا. لا بيعرف يلعب في الكوره بشكل كويس، لعيب كوره بشكل كويس. الناحيه التهديفيه بتاعته كمان، طب ده كلامك ده يشجعه جدا، عاليه كمان. جدا. فطبعا لعيب من اللعيبه المميزين. ممتاز. حوار اخير مع الدوري الممتاز، الانديه اللي هتنافس، الانديه اللي يعني اغتنمت لاعبين كبار ولم تحقق. حوار اخر سريع ولكن بعد الفاصل. طيب هاخدك للدوري بقى المصري. اولا شايف الدوري المصري بدايته حتى الاسبوع السابع قويه مبشره؟ انا شايف ان هي بدايه قويه وبدايه ممتعه، وده نظرا لان الدوريين يعني لاحمين في بعض. فانت خرجت من حته التجانس وحته لياقه المباريات وكده، لان انت بتكمل الموسم اللي فات، موسم انتهى بشكل قوي، وبتكمل الموسم الجديد، فبادئ طبعا بشكل قوي. تفتكر يكمل بنفس القوه ولا في فتره كيرف ممكن ينزل شويه؟ هيحصل طبعا، اكيد هيحصل طبعا. الفترات دي لبعض الفرق وكده، ولكن انا اعتقد ان في منافسه هتبقى قويه الموسم ده، وهتبقى مش مساله منافسه يعني اللي هي بمعنى منافسه، بس هتبقى المباريات شرسه على كل الفرق. يعني المباريات مش هتبقى بسهوله. شايفين النادي الاهلي ماشي بشكل كويس، نفس الشيء بالنسبه لنادي الزمالك ماشي بشكل هل كويس. هل هتنحصر بقى منافسه بين الاثنين دول؟ اعتقد بشكل كبير هتنحصر ما بين الاهلي والزمالك. يعني كنا انا او كنت اتوقع بشكل كبير جدا ان بيراميدز يكون داخل في المنافسه بشكل قوي، ولكن للاسف. ليه؟ يعني بيراميدز خيب الامال. من وجهه نظرك ليه؟ برغم ان هو بيضم نخبه من اللاعبين، يعني الاسماء الجامده قوي. بص يا كابتن، يعني انا كنت اتمنى طبعا ان بيراميدز ينافس، واتمنى لحد دلوقتي ان بيراميدز ينافس بشكل قوي، لان متعه البطوله هي في المنافسه. قوه البطوله هي في المنافسه. لما نيجي نبص على اي دوري قوي لازم على الاقل يكون في اربع خمس فرق بتنافسوا بشكل قوي. فمع وجود بيراميدز في اول سنه لا ظهر بشكل قوي، حتى الاسبوع الخامس كان بينافس بشكل قوي. مع اضافه اللعيبه والمجموعه اللي موجوده الكل يتوقع ان هو يكون الفريق الافضل. طبعا مشكله بيراميدز ان هو في مجموعه لعيبه جيده، ولكن الدوافع ضعيف عند بيراميدز، والدوافع دي لازم توجد من الاداره اللي موجوده او اللي موجودين مع اللعيبه، لاني
انت عندك النهارده اللعيبه لازم طول الوقت تحس ان هي عندها مسؤوليه. مسؤوليه بمعنى ايه؟ ان انا منافس قوي، ان انا مش مجرد اني نادي كويس بيدفع فلوس كويسه وخلاص الموضوع انتهى على كده، لا. لازم الاحساس ده يبقى واصل للعيبه، ان انا متاكد ان احنا فرقه كويسه. لان بيراميدز لما نيجي نعمل قياس بالنسبه للدوري المصري، افضل فريق في مجموعه لعيبه هو بيراميدز، افضل فريق متكامل هو بيراميدز بالنسبه لتكامل الفريق كعناصر. طبعا عناصر طبعا، انت بتتكلم اضافه احمد فتحي كمان ورمضان صبحي، هي اضافات قويه بالنسبه للفريق، مع طبعا مجموعه اللعيبه اللي موجوده، سواء و 80% من اللعيبه اللي موجوده لعيبه دوليه. انما كره القدم بدون دوافع ما تقدرش تحقق. تقصد ايه بالدوافع يا كابتن؟ يعني لعيب بياخد لازم راتب تخلق كويس، حوافز قوية، معاه إدارة مفترض معاه إدارة قوية كمان، إيه اللي ناقص؟ لا احنا بنتكلم على إدارة إدارة محترمة في متمثلة في الأستاذ سالم الشمسي، لأن أنا بالظبط الأصدقاء اللي أنا بعتز بيها جدا، ومن الشخصيات المحترمة جدا، ويمكن أنا من الناس اللي بعتز بيها وعندي تواصل معاه. وزعلان إن بيراميدز توقعت إن الموسم ده بصراحة ان مفيش فيها تعرف تهاجم بيراميدز بالعدد اللعيبه اللي موجوده، انما بيراميدز النهارده 6 لقاءات يفتقد ل9 نقاط وياخد 9 نقاط، مساله صعبه. مش كده مظبوط يا كابتن العدد طبعا بتاع بيراميدز؟ طبعا مظبوط، فاز في ماتشين وتعادل في 3 واتغلب في مباراه، تمام، فقد 9 نقاط في 6 مباريات مظبوط. فبالتالي لازم، يعني انا طبعا في 2 نجوم كبار طبعا واثنين لعيبه مهمين، سواء هاني سعيد او فتح الله، طبعا دورهم مهم مع الفريق ودورهم دور جيد مع الفريق، ولكن كمان لازم يبقى موجوده الاداره اللي موجوده هنا، سواء بقى المتمثله في المدير التنفيذي ولا المجموعه اللي حواليه، هم لازم يخلقوا الدوافع دي للعيبه. يعني انا فاكر يا كابتن لما احنا كنا موجودين، كان الكابتن حسام بدري وكان الكابتن هادي خشب وكنت انا موجود، انت طول الوقت بتخلق دوافع للعيبه دي، بتحسسهم ان لا انت عندك مسؤوليه، انت مش مجرد ان احنا، لا انت في كل الامكانيات متوفره بالنسبه للبيراميدز طبعا، امكانيات ماديه امكانيات بشريه، بس في النهايه الدوافع لازم تبقى موجوده، لان فريق بلا دوافع لن يحقق اي شيء بالزبط. فده المشكله اللي طبعا اللي عند بيراميدز، واتمنى ان هم يلحقوا سريعا ان هم يستعيدوا قوتهم تاني، لان الفرقه فيها كل حاجه تساعدك انك انت تكون منافس ومنافس قوي. بالنسبه للنادي الاهلي مع موسيماني، انا اعتقد ان هو ماشي بشكل جيد. اختيار موسيماني من وجهه نظرك اختيار جيد؟ اختيار جيد، وكان اختيار ذكي، لان الراجل يمكن ممكن ما يكونش الاختيار الافضل، ولكن موسيماني اعتقد ان هو اقنع الجميع واقنعنا كلنا، وان الراجل عنده مميزات، ان هو عارف قيمه النادي الاهلي، يعني هو مش جاي بيسوق نفسه زي الاوروبيين، لا هو جاي مبسوط ان هو بيمارس النادي الاهلي، سعيد، حس ان هو فخور ان هو بيمارس في 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 نادي كبير. ميزه موسيماني واختياره ان الراجل ده على علم بكل الفرق الافريقيه، وعلى علم بالنادي الاهلي، وعلى علم بنادي الزمالك، وعلى علم بالرجاء، وعلى علم بالوداد، فبالتالي هو لعب قدام الفرق دي كلها، فكان اختيار موفق. والحاجه الثانيه كمان ان هو تحقيقه لبطوله افريقيا عملت لينك بينه وبين جماهير النادي الاهلي. الحاجه الثانيه هو بدا يلعب بطرق لعب مختلفه شويه، وبقى عنده عناصر لعيبه جيده بيقدر يستخدمهم بشكل جيد. فاعتقد ان ده كمان مسهل من مهمه موسيماني، لان هو كمان بدا يغير طريقه اللعب بطريقه اللعب اللي هي لا مركزيه، ما فيش اعتماد على فيرود صريح. يمكن اضافه والتر بواليا في الاخر اضافه جيده بالنسبه للنادي الاهلي، واعتقد ان يكون هيلعيب مهم بالنسبه للنادي الاهلي في الفترات القادمه، ولكن الطريقه اللي لعب بيها لما محمد شريف لعب فيرود وكهربا وطاهر محمد طاهر من تحتيه خلت خلخله في المنافس، اللي هو انت طريقه اللامركزيه انت مش قادر تعرف مين اللي بيلعب فيرود صريح، مين اللي بيتحرك، لان الثلاثه بيتحركوا عكس بعض، فصعبت المهام على كان معدل التهديف عالي جدا عالي جدا بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. هو عنده جزء كمان سيكولوجي مهم جدا، وانا دايما بقول المدرب باكج، المدرب مش امور فنيه وبس، لا، المدرب ازاي بيعرف يتعامل مع اللعيبه، ازاي بيعرف، يعني في المؤتمر الاخير قال للاعلاميين انتوا ليه ما تسالنيش على وليد سليمان، فهو بيرفع معنويات وليد سليمان، ودي جزئيه مهمه بالنسبه للمدرب، ان هو يبقى قريب للعيبه وصاحب اللعيبه ومقنع كمان اللعيبه. بالنسبه لنادي الزمالك بالنسبه للزمالك طبعا رغم كل الظروف اللي موجوده، ولكن تحيه للعيبه نادي الزمالك ان هم مش شاغلين دماغهم
بالمشاكل اللي موجوده والمحيطه حواليهم سواء بقى ماديه سواء تجديد مصطفى محمد ساسي كل الكلام ده كله ومركزين في الملعب. واتمنى ان الزمالك يمشي بنفس الشكل وما يعملش زي الموسم اللي فات ان هو يمشي على سطر ويسيب سطر لان عنده مجموعه لعيبه كويسه عنده فرقه عنده مجموعه لعيبه كمان من افضل اللعيبه في الخط اللي هو طبعا تحت المهاجم بتكلم على اشرف بن شرقي لعيب عنده كل الامكانيات في لعيب كره القدم بتكلم على احمد سيد زيزو لاعب من اللعيبه اللي اصبح من اللعيبه المهمه جدا مش بس النادي الزمالك لمنتخب مصر كمان عنده امام عاشور اللي بقى اضافه قويه واكتشاف امام عاشور عنده اوباما لعيب من اللعيبه المهمين ولعيب من اللعيبه المؤثرين في نادي الزمالك عنده شيكابالا كلاعب كمان مهم بالنسبه للفريق كقائد للفريق عنده طارق حامد وانا بالنسبه لي لازم اشيد بامام عاشور واشيد بادائه القوي ويمكن قابلت معاه من فتره طويله من حوالي 4-5 شهور وقلت له انت لعيب عندك مكانات كويسه ركز في الملعب ولكن البوزيشن الجديد اللي بيلعب فيه امام عاشور كابتن احنا بقالنا زمن ما شفناش لعيب بيشوط من خارج ال 18 دي حقيقه. النهارده امام عاشور بقى لعيب شويط وده احد الحلول بالنسبه لاي فرقه بتبقى مضغوطه للفرق الكبيره لازم يكون عندك لعيب بيعرف يسدد من خارج منطقه الجزاء احنا مفتقدين لده امام عاشور النهارده اصبح وبقت ميزه عنده يعني كمان هو الشوتنج بتاعه بشكل جيد تركيزه في الشوطه بشكل جيد عنده قوه وبعد كده عنده جراءه ودي مهمه لان في لعيبه كتير تخاف تعمل دي يبقى عنده فرصه للشوتنج ما يعملهاش لا ما جرب مره واثنين وثلاثه مره هتيجي ومره ما تجيش ومره هتيجي ومره ما تجيش انما هو بصراحه انا شايفه متفوق. الحاجه الثانيه الميزه اللي فيه لان هو كان لاعب جناح فعنده التواجد داخل منطقه الجزاء كان موجود لما كان بيلعب مع حارس الحدود ولما بيلعب مع الزمالك ان هو اصلا لعيب نص ملعب مهاجم مظبوط فبالتالي عنده الناحيه التهديفيه موجوده عنده القدرات التهديفيه موجوده فلما يجي لاعب في البوزيشن الجديد اللي هو بيلعب رقم 8 بوكس تو بوكس وبقالنا زمان ما بنشوفش لعيب ان هو عنده القدرات ان هو بيقدر يكمل ويروح يعني الجون ده مين النهارده من اللعيبه كانت اللي بتشوفها النهارده بتتواجد داخل ال 18 كده اللي هو اللعيبه هو المفروض ديفندر بالظبط كده بالظبط فبقى ما بقاش فيه كتير من اللعيبه دي فهو بقى ميزه عنده والحاجه الثانيه طبعا ان هو ادى حلول لنادي الزمالك بعيدا عن الاختراقات بالنسبه للزمالك بعيدا عن الشغل من الاجناب ان هو مهاره التصويب ودي مهمه جدا قلما بقينا نشوف لعيب دلوقتي بيقدر يصوب مسافات بعيده بالزبط. فانا اعتقد ان هو لعيب مميز إضافة. لازم يركز بشكل قوي يعني الكوره دي يا كابتن بص هنا هو مش معدول بس دي جراءة لاعب لان هو هنا مش واخد الوضع التشريحي بتاعه ان هو يشوط صح شوطه صحيحه انما خد اكتسب ثقه جون قبل كده من شوتنج جون بعد كده كمان فبالتالي يعني الشوطه دي شوطه صعبه انك انت تشوطها من تحت رجليك ويقفلها كده بالظبط وانت كمان مش معدول فانا اعتقد ان هو طبعا اصبح كبير. طيب. يكمل بنفس الشكل. عايز اسالك على الثلاث فرق الصاعده نتكلم على سيراميكا هتكلم طبعا اكيد على سيراميكا كليوباترا بنتكلم على البنك الاهلي بنتكلم على المحل سيراميكا كليوباترا هو مش مفاجاه بالنسبه لنا لان بالاستقطابات اللي هو عملها انا اعتقد ان هو اصبح فرقه قويه اي نعم يعني مش هيكون طبعا منافس الاهلي والزمالك ده استحاله طبعا لان موضوع مختلف طبعا لان هي مش مساله لعيبه وبس والا كان بيراميدز يبقى يكون دلوقتي في المنافسه القويه يعني مش هنوصل للمرحله دي بالظبط انما هو هيكون الحصان الاسود للبطوله هيبقى الحصان الاسود بالظبط للبطوله انا اعتقد ان هو هيكون في المركز الثالث او الرابع على اقصى تقدير طبعا عنده مجموعه لعيبه جيده عنده مدرب شاب اخده كمان احمد ياسر ريان في الاخر اهو بالظبط واضافه كمان ليهم احمد ياسر ريان طبعا لان لعيب بيجيد العاب الهواء لعيب بيتواجد في الصندوق بشكل كويس فانا اعتقد ان سيراميكا من الفرق اللي انت تتفرج عليها بتستمتع بس كمان في جزئيه مهمه ولازم هيثم ياخد باله منها انت بتتكلم عليه لازم ياخد ده شادي بالظبط لازم ياخد باله منها هيثم اني مش ان انا بلعب طول الوقت كوره كويسه وبس جزء مهم ان انا اعرف احصد ثلاث نقاط وده جزء مهم لان هو عنده مجموعه لعيبه بتلعب بشكل كويس ولكن الحصول على الثلاث نقاط ده في وقت من الاوقات بيبقى اهم من طريقه اللعب. البنك الاهلي هيعاني شويه انما هو معاه مدرب طبعا جيد كابتن محمد يوسف انما لسه لحد الان ما تقدرش تقول ان هو فريق اللي هو مقنع بس بيجتهدوا وماشيين بشكل كويس. المحله
مفاجاه بالنسبه لي. امكانيات ما يعتبرش عنده اضافات خالص، ما جابش لعيبه خالص، ولكن ماشيين بشكل كويس يعني. المحله على باقل الامكانيات ماشيين بشكل جيد يعني. عنده 7 نقط من 7 مباريات، ده في حد ذاته شيء جيد، لان اضافات المحله ما عملش اضافات، ما عندوش نجوم في الفريق يعني، فريق بلا نجوم. فبالتالي انا اعتقد ان فئه من الفئه الجيده. لازم قبل ما انا ما اعرفش الوقت عندك، بس لازم نتكلم على الاسماعيلي، لان النادي الاسماعيلي ما يستحقش ان يكون في المكانه دي. النادي الاسماعيلي نادي كبير، نادي الاسماعيلي من اعرق الانديه اللي موجوده. مشكلته ايه يا كابتن؟ انا شايف ان هي مشكله اداريه بحته. اداريه طبعا طبعا، مليون الميه مشكله اداريه، لان ما هو اختيار اللعيبه مين اللي بيختار يا كابتن؟ لازم يكون في لجنه فنيه، وانا قلت قبل كده كذا مره حتى في البرنامج عندي، قلت لازم يكون في لجنه متخصصه لاختيار اللعيبه الانسب للنادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي دايما كان بيفرز لعيبه، النادي الاسماعيلي دايما بيطلع لعيبه، لكن ما ينفعش يكون النادي الاسماعيلي في المكانه دي في الوقت الحالي، لان النادي الاسماعيلي عنده امكانيات ماديه جيده، وانا اعلم ان النادي الاسماعيلي باع عدد لعيبه في خلال السنتين ثلاثه الاخيره تتخطى ال 150 مليون جنيه، فبالتالي لازم يكون في اضافات جيده للنادي الاسماعيلي. فانا ما ينفعش النادي الاسماعيلي ينهي الموسم اللي فات في ال 13، يبقى يكون هو 13 بيصارع الهبوط. بالظبط، كان بيصارع على الهبوط، والموسم ده نفس الحكايه كمان، النادي الاسماعيلي مش بالشكل 6 نقاط من 6 مباريات، 6 من 18، مش ممكن يعني، مش ممكن يعني، يعني في حاجه من البطوله العربيه زي ما انت عارف. مظبوط، ففي حاجه لازم بسرعه الناس تتكاتف، بسرعه الناس فعلا يعني، يبقى في لجنه فنيه من ابناء نادي الاسماعيلي تختار اللعيبه الانسب واللي تتماشى مع النادي الاسماعيلي. مطلوب يدعم اعتقد في يناير، لازم طبعا تدعيمات، لازم يدعم تدعيمات. عنده 5 لعيبه بس. بس يا كابتن عايز اقول لك الحقيقه، هو مين اللي بيعمل التدعيمات؟ لجنه فنيه ومدير فني. انت ما فيش مدير فني بيعيش مع النادي الاسماعيلي، انت نادي الاسماعيلي في السنه اللي فاتت لحد دلوقتي انت مغير 3 مدربين في اول 6 ماتشات، النادي الاسماعيلي لعب 6 ماتشات مغير 3 مدربين. مش ممكن واقع مدرب لكل ماتشين. بالظبط، فطبعا مساله صعبه جدا. نتمنى لهم يا رب. اكيد طبعا نتمنى نادي الاسماعيلي كل التوفيق ان شاء الله. طبعا انا سعدت جدا بلقائك، ربنا يخليك، وعشنا شويه ذكريات حلوه. اكيد اكيد طبعا، وقلت لنا بعض الاراء المهمه جدا للدوري المصري، ونتمنى لك دايما كل التوفيق يا ابو كامل. انا اللي بتمنى لك كل التوفيق، وسعيد طبعا اكيد بتواجدي معاك، ودايما منور كابتن مدحت، بشكر كل طبعا الجمهور اللي كانوا متابعينا. شكرا يا ابو كباب، انا بشكرك ونورت. شوف حضراتكم بمشيئه الرحمن يوم الثلاثاء القادم. اشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.